صباح الخلص في تحية لك، تحية كل مشاهدينا الكرام. انتم فتحتوا لنا ابوابكم واحنا فتحنا لكم قلوبنا مشاهدينا الكرام. كل يوم عدد جديد من برنامج صباح الشروق، البرنامج اللي تعودتوا عليه اللي يخدمكم طيله الساعات من الزمن بمواضيعه، تقاريره ايضا وضيوفه وفقراته المتميزه اللي تكون فقط معده خصيصا لخدمتكم في حياتكم اليوميه اعزائنا المشاهدين. اعزائنا المشاهدين، وفي نهايه الاسبوع، نهايه اسبوع موفقه نتمناها للجميع. اكثر منكم ملتفين حول مائده فطور الصباح، نقول لكم صحه قيودكم، اقول استمتعوا بها وان شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتي انا وايمان ورفقه كل ما اخترناه في هذا اليوم من خدمات صباحيه. اكثر من الناس ايضا مغادرين المنازل، نقول لهم سوقوا بالعقل برك متوجهين الى احدى الولايات من ولايات الوطن، حابين انه كل شخص ربما زار مناطق معينه من الوطن يقسم لنا تجربته ورحلات وين كانت اهمها وابرزها، واذا كنتوا تعرفوا كامل ولايات الوطن ولا لا. الحال جميل ايضا لطفي، من بعد يامات كانت فيها شويه شتا شويه مطر، اليوم الحال رائع على ما اظن في اغلب ولايات الوطن. يعني في الويكند هذا الانسان يتشجع، لما لا انه تكون فيه سياحه داخليه. بلادنا شابه الله يبارك، يعني الواحد يقدر يروح للثلج، يقدر يهبط للصحراء، يقدر تنوع مناخي كبير. احنا حبينا اليوم نعرف ربما الجزائري اذا عنده ثقافه السياحه الداخليه، واذا كان زار عدد كبير من ولايات الوطن الله يبارك بيهم على ما اظن 150 ولايه. صحيح صحيح. ورانا في شهر مارس، ما بقاش بزاف ويدخل فصل الربيع. معروف في كثير من مناطق الوطن انهم يحتفلوا بقدوم فصل الربيع، مثل منطقه الشرق الجزائري صيف برج بوعريريج، يخرجوا للفضاء الفضاء الواسع، صح، يديروا البراج، يديروا البراج المبرجه معاهم المبرجه، ويقضيوا وقت ممتع. ان شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتنا ورفقه كل ما اخترناه في هذا الصباح. مشاهدينا نبداو مع اولى خدماتنا على بركه الله. اقول اولى خدماتنا راح تكون بمكالمه هاتفيه قبل ما نروحوا الحركات الرياضيه، ونقولوا الو صباح الخير. الاول اتصال. الو 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 صباح الخير. صباح النور. الو السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شلونكم؟ لاباس الحمد لله، مرحبا وسهلا. الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ ام رانيه من تيزي وزو. ام رانيه من تيزي وزو. تيزي وزو. مرحبا بك وبكامل ناس تيزي وزو. تحيه كبيره. ام رانيه كشغل، ام رانيه كشغل كانت تحاول تتصل، ما كانتش متاكده بلي راح تحكمنا. كي حشمتينا راكي حشمه صح، ما عرفتيش كيفاش تدخلي صح؟ نعم. ما عرفتيش كيفاش تدخلي معنا في الموضوع صح؟ انت كنتي بيني وبين نحكم ما نحكمش، راكي حكمتينا مرحبا بك. شحال عندي ولا نسيي؟ مرحبا بك. حكمتي من اول مره ولا جربتي؟ اكثر من عامين ولا نسيي. هذه مشاهده قديمه. مرحبا بك مرحبا بك. واش هاي تيزي وزو؟ تيزي وزو كيفاش راهي؟ الو الو. لا الحمد لله. الحمد لله جو ربيعي. الحال مليح. الحمد لله. انت من تيزي وزو ولا ساكنه برك في تيزي وزو؟ يعني من جبال جرجرة. ما شاء الله. ما شاء الله. يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. جرجرة معروفة يعني خاصة في هذا الوقت يكون فيها الثلج، يعني يجوها السياح من كل بقاع الوطن. نعم. راهم يجوا ناس يزوروها ولا والو؟ نقصوا. نعم. راهم يجوا ناس يزوروها ولا والو؟ في الصيف في الربيع اللي يكونوا بزاف زوار. دوكا ناقصين شوية مازال. ما كاينش بزاف دوكا. وأنت يا موافق تحوسي شوية في الجزائر ولا والو؟ يعني أنا أصلي من الجزائر، جيت عروسة لهنايا. الله يبارك. يعني هذا هو سؤالي اللي كان، قلت لك اذا انت صح من تيزي وزو ولا برك ساكنه في تيزي وزو؟ اذا انت عروسه في تيزي وزو. انا يعني اصلي يعني حقيقي من تيزي وزو قبيليه. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. ونعم الاصل ونعم الاصل. قولي لنا واش من الولايات كامل اللي زرتيها في الجزائر؟ يعني زرت ديك جده، راهي قدامي ماشي بعيده علينا. ايه اللي تحبها نتايا. صح ضربتي انا ديك جده. ايه وين ثاني؟ وزرت وهران. ايه يعني هذا مكان وبجاية. والجزائر العاصمة؟ هذيك زايدة وفيها زايدة وفيها عاد كنت عايشة. كي كنتي تزوري هذه الولايات، زيارة عائلية ولا كنتي تروحي زيارة سياحية؟ لا زيارة سياحية كيما وهران، وحنا زيارة سياحية. رحتوا حواسين؟
نعم. شحال قعدتوا فيها؟ بزاف ورد؟ يعني رحنا ليها خطرا المرة الأولى كونتينا فيها، من بعد عجبتنا عاودنا ولينا ليها. بيان. ومن هذه الولايات كامل اللي رحتي ليها، بجاية، العاصمة، البويرة، وهران، واش من الولاية اللي حبيتيها بزاف؟ يعني وهران اللي عجبتني بزاف. إيه وهران هايلة، وهران بلاد زاهية. جوهرة الغرب. مي الوهرنا، الوهرنا تان كيجوا لبجاية ويجوا لبويرة يقول لك تعجبهم بلاصة. صح. صح. واش الحاجة اللي تعجبك بزاف في برنامجنا؟ يعني كلش، وخاصة الابتسامة تاع إيمان. شفتي ابتسامتك؟ الله يخليك. ماشي كارانتيطا الابتسامة. الله يخليك، شكرا ليك. يسلمك في حياتكم ان شاء الله. الله يخليك. شكرا على اتصالك، يعطيك الصحة. يعني ما الابتسامة تاعك انت. ربي يخليك، ربي يخليك. ربي يدوم انت ايضا ابتسامتك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة اللي عيطينا وعطيتينا من وقتك. شكرا لك، شكرا لك. شكرا لك. الشيف ليلى يبلغ. 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 بعد قليل راح تكون معنا الشيف ليلى اليوم. شكرا لك. شكرا لك على الاتصال. إذا مشاهدينا وإيمان، عجبك سؤال تفاعلي؟ عجبك سؤال تفاعلي؟ شكون اللي اختار السؤال؟ لطفي عيشوني. جستيمو أنا حابة نعرف، على بالي بلي زرت بزاف ولايات. زرت شوفي. تنقل بزاف مع الجمعيات. زرت كامل راست، زرت وهران، زرت سيدي بلعباس، زرت مستغانم، زرت شلف، زرت غليزان، زرت بجاية، زرت عنبة، زرت قسنطينة، زرت سطيف، زرت برج بوعليريج، كملت 48. زرت تلمسان، زرت بنيصاف، غزوات، يعني تقريبا ساحل الجزائر. ملي كنت شاب ولا كي بديت تحب العمل؟ ملي كنت شاب، يعني نحب ملي كنت شاب والعمل زادني اكثر يعني. اوكي. يعني تحب السياحة لكن داخلية. الجنوب، نحب الجنوب الجزائري، زرت الا تنراست. وبسكرة، بسكرة زرتها فعلا. بسكرة مليح مليح انه الانسان ما كاين بزاف ناس يقول لك انا ماذا بيا كي نحوس نروح خارج البلاد يعني نكتشف. لا، لكن احسن شيء الانسان يبدا ببلاده. صحراءنا يعني شاسعه وكبيره وفيها ثقافات، احنا كل ولايه ثقافه اخرى. لو حتى أخرى. انه اجانب يدفعوا ثروات باش يجيو للجزائر. صح صح صح، خاصة فصل الشتاء والربيع في الصحراء. انا خير منك، ضربت ثلاث ولايات في عزوج في الجنوب. وين كامل؟ ادرار ورقلة. وفي الشمال؟ انا الغرب ما زرتوش، زرت غير معسكر. ما رحتيش كامل وهران؟ الغرب ولا مرة. ضيعتي كثير من حياتك. وانا وراه رحت فقط معسكر وغير كيما يعني ما عندهاش بزاف. ضيعتي كثير. تنس ربما برك تيبازا، انا غرب العاصمة، لكن الشرق سي بجايه، بويرة، تيزي وزو، عنابة، القالة. تيزي وزو زرتها ايضا، تيزي وزو. تيزي وزو. القالة، باش نشفى ثاني. هادو هما يعني ماشي بزاف، مش كثير من الولايات. اذا هذا هو سؤال التفاعل لمشاهدينا، حابين انكم تتفاعلوا معنا من خلال ارقام التليفون. يمكن للجميع ان يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباح الشروق. صباحكم شروقي بامتياز، واشراقة كل خدماتنا التي نطل عليكم من خلالها في برنامجنا الخدماتي الصباحي صباح شروق. واولى خدمات ستكون مع كوتش ياسين سليماني، اللي دائما يقدم لنا بعض النصائح والحركات الرياضيه اللي اكيد مفيده لنا ولكم مشاهدينا. بقاو معنا، لازم تجربوها. تفضلوا. صباح الخير عليكم، معكم سليمان ياسين كوتش دو فيتناس بريباراتور فيزيك. اليوم عندنا اون سيونس دابدو هنا لي ساكس باك. اوكي بون، لي جا ما تنساوش حاجه، كاين توجور لي شوفمون افون لو ترافاي تاعنا. اوكي، خيرنا لكم 5 موفمون اجوردي ساهلين تقدروا ديروهم كاع اون طراف النيفو غير بالعقل. اوكي اون كومونس. هاي لي جون، تري بيان. بروميي موفمون ريزيستونس هنا 5 سنتيم ولا 10 سنتيم كيما حبيت. تري بيان. فوالا، نحط لي كود تاوعي، لي شوفي تاوعي دو بريفيرونس يكونو سوا سوا هنا. تخي بيان، اون ريزيستونس مليح. ريكيبيراسيون 10 سكوند، ريسبيري مليح، تقدر تجبد شوية هنا، تيتيرمون هنا، هنا، توشي هنا. تخي بيان. دوزيام موفمون، لي باتمون غير هنا، اوب. تخي بيان، غير بالعقل برك. وين كان كونسونتراسيون برك. تخي بيان، غير بالعقل برك. اوب، ريسبيري مليح، متنساش لا ريسبيراسيون تاعي، ريسبيري توجور مليح. اوب، تخي بيان. ريكيبيراسيون كيما قلنا، منساش لي تيرمون انا شويه.
كوتي اون شونج كيف كيف لي باتمون فيرتيكال غير هنا فوالا هوريزونتال تري بيان ريزيستي مليح نفس مليح فوالا ما يطلعوش ليا ارجليا بزاف ماشي هايله وماشي هايله غير هنا ريكيب كيف كيف ريسبيري مساج شرب الماء اذا عندك الماء قدامك تري بيان لي جون On change, l'avant d'aller, hop, voilà, hop, le jouet, le jouet de mêlée, la mixée de mêlée, très bien, c'est là, c'est là, mêlée, mêlée, très bien, mouvement complet, point de départ, point d'arrivée, très bien, en arrière blanc, hop, récup, 10 secondes, toujours, très bien, 10 secondes, qui m'a fait l'air, très bien, 30 secondes, très bien, 1 minute, à la sable niveau tag. Très bien, on change les jeunes, voilà, position là, hop, voilà, les jetons, voilà, et hat, voilà, voilà, j'ai dit que c'est à l'heure de maintenant, très bien, ton chien est là, qui m'a habité, très bien, récupération, t'es comme ça les jeunes, merci l'équipe, t'es comme ça, bon, restez toujours branchés maintenant, au fil à l'ina, au fil à la chaîne Tana. كل يوم كاين جديد ان شاء الله على بروشان سلام سلام كوتش سليمان ياسين سلام كل الاشخاص اللي انضموا لتحقوا بنا راني غير سكاكر تشارك قهوه نحب ناكل تشارك مع قهوه مر صباح الخير شوف لينا صباح النور صباحك بربحك لطفي واش راكي لاباس الحمد لله بخير الحمد لله بيانيك شفتي كي غير بيخليوا لي الكاطو تاعي واسمع الشيف اللي جابتو ايمان سيده ناديه كيري نشكروها على حلوه خلاتها اللطفيه نقولها حتى اليوم باش كليتها شحال عندها 3 ايام يا اخي ما يفسدش الكاطو يا اخي راهو طري ما يفسدش الكاطو لا ما يفسدش الكاطو عنده مده صلاحيه طويله مرحبا بك شاف الله يسلمك شكرا تقسي عليك بزاف مشاهدين ومشاهدات تقسي عليهم الخير ونقول لهم حتى انا كذلك نحبكم وما نستغناش عليكم وراني معكم ريحتي شويه اليومات هذو الحمد لله كاط ماتيني الصباح كنت نوض 4 تاع الصباح لا لا ودوك راني نوض على 7 3 الحوايع فرق كبير دوكا كي تنوض على السبعة دوكا على السبعة مع وليدي الحمد لله يا ربي يعطيك الصحة لطفي إذا اليوم واش عندنا شاف؟ اختاريت لهم أمنيو خفيف كالعادة والعوايد حاجة اللي يقدروا كامل يجربوها وبيان سيغ من الحوايج اللي يطلبوها بزاف ألوغ الطبق الرئيسي اليوم جبت لكم لو غولي اللي ما فين نديروه أنا اليوم راح نديرو بالدجاج أن غولي بالدجاج راح يكون محشي بالبيض والخضار يعني روعة لاستقبال الضيوف ولا للمناسبات ولا حتى يعني للمة تاع الاطفال في نهاية الاسبوع. كمقبلة لشفيت لطفي كانت واحدة السيدة اتصلت وطلبت منا لاباط لاباطاشو. صح. وعدتها واحدة كانت طلبت مقروط سني ودرناه الاسبوع اللي فات وقعدت سيدة اللي طلبت لاباطاشو سالي ان شاء الله تكون في المتابعة والمشاهدة اذا اليوم راح نلبي لها الرغبة تاعها نديروا لاباطاشو سالي مع بعض بكريمة الجبن والطون. كتحلية اختاريت لهم حلوة خفيفة حلوة تركية ويديروها كذلك بزاف في المشرق العربي اذا نتمنى كامل السيدات يبقوا معنا ان شاء الله في المتابعة. واسمها عندها اسم؟ هذه الحلوة هي حلوة يعيطوها حلوة السميد مع انه فيها كمية صغيرة برك من السميد ماشي كمية كبيرة. أوكي. يعني كنا درنا واحد الحلوة يعني شبه لكن اعطيناها شكل واحد اخر. اليوم راح تكون بشكل ارقى درناها ديبول لكن تشفى لطفي وعسلناها وعجباتك بزاف ماشي العوامه لا نو نو ماشي العوامه يعني دوك تشوف معنا وتتذكر ان شاء الله اذا نبداو مقادير التحليه خير أوكي. باش هكا تحضر وتبرد ونقدروا نتناولوها في اخر الحصه يلا يعني نبداو بسم الله مع بعض اذا باش نحضروا هذه الحلوه الخفيفه الرائعه راح نحتاجوا اول شيء ملعقه كبيره تاع مارغارين يعني هنا كي نطمها يعني عندي مغرفه كبيره تاع مارغارين راح ندير معاها بهذا الكاس تاع لاتاي درتو سكر ونفس الكاس زيت وعندي علبه تاع ياغورت طبيعي عندي حبه تاع بيض كيس خميره كيميائيه كاس تاع سميد هذا السميد ماشي لحرش بزاف وماشي لرطب يعني المويه المتوسط كاس تاع سميد ونكمل نطم هذاك الخليط بالفرينه يعني حتى نتحصل على عجينه متجانسه اذا راح ندرب المارغارين اللي عندي مع الزيت مع السكر يعني السوائل مع الياغورت مع البيضه مع القرصه تاع الملح اللي ما نساوهاش ولافاني اكيد من بعد نديروا الكيس تاع الخميره الكيميائيه مع السميد نضيفوا السميد لهذاك الخليط ونكملوا نطموه بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه متجانسه من بعد لطفي
نديرهم كويرات كامل نفس الحجم ونعطوهم لا فورم تاع التشارك كيما اللي كلاها لطفي. اه لكن هذيك التشاركه ما تبقاش مفتوحه، احنا نغلقوها. أه. هي راهي تشاركه نغلقوها تولي على شكل عين. اه نديروا فيها لوزه في الوسط. أه. وندخلوها الطيب على 180 حتى تتحمر. كي نخرجوها وهي سخونه راح نعسلوها. اما السيده تحضر العسيله بزوج كيسان سكر وربع كيسان تاع الماء يغلي ونضيفوا ما زهر، اما العسيله تاعنا ونخفوها بشويه ما زهر يعني ما تكونش ثقيله بزاف. وهذا وشنو؟ هذا يعني صراحه هما الحلويات الشرقيه يزينوهم بالبيستاش. لكن حنا باش السيده تقدر تحضر معنا لانه كاين هذا كاوكاو لطفي. كاوكاو مصبوغ يعني يعطينا شكل جمالي للتحليه تاعنا. والله لا يكلف نفسا الا وسعها. البيستاش مخدوع هذا مغشوش. لا مغشوش لكن للزينه يجوز. شبه بيستاش. للزينه برك لطفي. بيستاش هجين. فوالا هذه كانت مقادير تاع التحليه. اوكي نزيدو نمدو مقادير المملح. المقادير هذا طبق رئيس هذا طبق طبق وفي الاخر نمدو تاع المملح كي تجي ايمان نمدو المملحه. اوكي اذا طبق رئيس قلنا عندنا ان غولي بالدجاج راح يكون ابسط ما يكون وراح يكون طبق كامل متكامل بالخضر. اذا اول شيء انا عندي كميه من الدجاج يقدروا يعوضوها باللحم مفروم يقدروا يعوضوها بلحم تاع الداند مرحي يعني كل واحد واش يحب. اذا هذه الكميه من الدجاج انا راح ندير لها نص حبه بصل مرابيا نص حبه بصل مرابيا راح ندير لها بيضه راح ندير لها ملعقه تاع لاموتارد. بزاف سيدات يقول لك ورينا وين نحطوا لاموتارد. دجاج يحب لاموتارد تحمريه تقدري ديري لاموتارد في لي بودان تقدر دير لاموتارد. هنا اذا كانت حبه بصل كبيره يديروا نص واذا كانت صغيره يديروا حبه بصل. نعم انا حبتي اليوم راهي كبيره راح نستعملها نقسمها نص برك ونرابيها ولا نقطعها. قلنا لاموتارد بيضه عندي سنينات تاع الثوم وعندي واحد الزوج ولا ثلاث مغارف تاع لاشابلور بلا ما ننساو اكيد المعدنوس. لي زيبيس الدجاج يحب التوابل. الدجاج نقدروا يعني يكون الباب مفتوح راح ندير عندي ملح قزبر فلفل كحل يكون عندي كمون بعد القزبر انا القزبر ما نقدرش نستغنى عليه. اذا الملح فلفل كحل كمون كركم زنجبيل زنجبيل وشويه تاع القزبر بيان سور بلا قلنا ما ننساوش المعدنوس. نعجنوا اللحم المفروم تاعنا نعجنوه مليح ندخلوا كامل المكونات بلا ما ننساو الملح. اذا كنتوا درتوا صدر دجاج تقدروا تزيدوا معاه سواء ملعقه تاع كريم فريش سواء ملعقه تاع زبده ولا ملعقه تاع زيت. نعرفوا بلي صدر تاع الدجاج ناشف لكن استعملتوا اللحم ما ديروش. نحلوا العجينه تاعنا فوق ورق زبده راح تولي عجينه. اذا نحلوها سواء بين زوج ورق سواء باليد برك نحطوا ورق زبده بابي بيغ بابي كويسون يعني عنده اسمين ورق زبده وعنده بابيبا. نحلوا هذيك العجينه تاع اللحم المفروم حنا درنا دجاج مفروم نحلوها كامل ونكونوا غلينا البيض على حسب الطول تاعنا تاع البودان. انا راح نغلي خمس حبات بيض ونشوف نغلي البيض وكي نغليه راح نحيلو هاد الاطراف باش يلصق في بعضه يعني لا بوينت تاع البيضه منا ومنا راح نحيها ونستفهم فوق هذاك لو غولي حبه قدام اختها على طول هذاك الحربوش في لي كوتي على الجهتين على البيض راح ندير الخضار باش يجيني الغولي تاعي بالخضار. كوم سي كيما طاجين الخوخ تقريبا. مش الخوخ. لكن وسمو طاجين الخوخ اللي يجي لا لا تقسميه الخوخ يجو كويرات على شكل حبه خوخ ويتقلاو بالبطاطا. في البيض الداخل. لا لا مو في حجر امو. ها مو في حجر امو. مو في حجر امو. لكن هذا جاي حربوش طويل. هذا حربوش طويل. وتزيدوا له الخضار. وتزيدوا له الخضار باش يكون طبق متكامل. اذا مع البيضه راح نحط شويه جلبانه اللي نكون غليتها ولا فورتها وشويه تاع الزروبيه والجزر. هذا جعيرو في حجر ماشي من صغير هذا جعيرو جعيرو هذا كبير. نقولوا الو تحيه للمتصله او المتصل. صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. مرحبا بك. لاباس وانت يا مليحه؟ والله على بيت الحمد لله. اخ لطفي الحمد لله ربي يهنيك. نتعرفوا عليك سيدتي أم أنور مصطيف. أم أنور مصطيف تحية كبيرة لك والأنور وكامل ولادك ولصطيف. والله يا الأخ لطفي يعني هذه خمس أيام وأنا نعيط وأنا نحتاجتكم نحتاجتكم نحتاجتكم. مرحبا بك على العين والراس رانا في تحت أمرك كما يقولوا. مرحبا بك. والله راني محتاج الأخت زينب اسكندر. زينب اسكندر اليوم للأسف راح تكون غايبة. أري كاينة أري معانا الشيف راهي معانا زينب اسكندر. بعد قليل راح تنضم لنا. اذا تحبي تخلي لنا السؤال ونمدوه لها ولا تحبيها هي شخصيا؟ لا معليش انا في كيما نقول لك نقول لك نديروا حاجه مليحه نديروا حاجه مليحه. شوفي لا ابقاي مع الشباب. نعطيك السؤال امام
شوف انا شفت الزوج تاعي عنده شهر. ايه؟ ما خلى لي خمس اولاد. الزوج تاعك غادر البيت عنده شهر. عنده شهر بحب. ايه؟ عندي طفل كبير مولا 16 سنة. ايه؟ مازال ما بلغش يعني سنة، قفل 16 سنة. عندي طفل سنة عاد سنة عاد بيام عملول وما جابش سنة عاد. ايه؟ ما حدش يتقبل لي موت الوالد تاعو ابدا. مرض راه مريض الوالد نتاعو. لا خرج لبس عليه في عمر 37 سنة، أنا في عمر 36 سنة. الله يبارك، يعني خلى الدار وراح. شو نقول لك أزمة كارثية. هجر البيت. أي عن البيت. عندي الابن تاعي ما حبش يتقبل لكن كان هو صاحب وهو خوه. والعائلة نتاعو، والعائلة نتاعو ما اتصلتيش بوالديه؟ الزوج تاعك عنده والديه؟ لا عنده والديه، عندي عمام وعندي خاوتي، عندي وهو هو راجلك. راجلك عنده ماليه؟ عندي ماليه وعندي ماليه، بصح الابن تاعي كان قريب قريب لدرجة ما يعني انت المشكل ماشي الزوج تاعك اللي راح، المشكل وليدك. المشكل انا تقبلتها، انا الحمد لله انا كنت نتفرج في فيلم اسكندر. ايه بالزوج تاعي باللي ناس شنو قلت قضاء الله وقدر. الحمد لله يعني هذا فيلم اسكندر كنت كل في راسي. قضاء الله وقدر، بصح بالك كاين مشكل باش خلى البيت. ما حاولتوش تصلحوا بيناتكم؟ ما حاولوش الاقارب نتاعك والاقارب نتاعو يصلحوا بيناتكم؟ لا هو ما عنديش انا مشكل بيني وبينه، هو عاد في عزله. هو عاد في عزله؟ ايه هو تما عاد يحب يقعد وحده. زوجك هذا؟ هذا زوجك؟ زوجك؟ لا توفي عنده شهر. متوفي الزوج تاعك؟ والله يرحمه. انا ما فهمت سيدتي، انا حسبت الزوج تاعك خرج من البيت. متوفي الله يرحمه. ما فهمتش، الزوج تاعي توفى عنده شهر. توفى الله يرحمه، الله يعطيك الصبر ان شاء الله يا رب. ربي يصبرك ويبدل المحبه. الزوج تاعي توفى عنده شهر. ربي يرحمه ان شاء الله يا رب ويصبرك وربي يخليك لاولادك. ان شاء الله ويقدرك. ربي يخليك لاولادك. خلي لي خمس اولاد، عندي طفل في سيزيان، واحد يقرا سنه ثالثه، واحد يقرا سنه اولى، وطفله في مولاتها بسنين. صغار. يعني راه محتاجين الوالد نتاعهم في هذا العمر. يعني كل طفل او في سن المراهقه يحتاج الاب نتاعو يعني زيد زيد. انت عندك خاوتك سيدتي؟ عندي خاوتي، عندي عمامي، عنده قلب يجي حتى واحد في ضغط الاب نتاعي. وخاوتك، خاوتك وباباك ما يقدروش يعوضوا الزوج تاعك بالنسبه للولاد؟ لا واقفين كل كبابك يمك يم وديك يم. شوف انا واقفين كل العيش. شوف الحد نقول لك بالدرجه تاعو طلع في الدرس على الفرطاب تاعو وش نلقى الكاتب. ايه كيف حالك يا ابي بين القبور؟ راح انسى، راح انسى، ولم مددت يدي ولم يمتس احد. خمسه كل الاولاد مثلني ونحب الاب تاعو. ما لازمش تخلوه وحده، ما لازمش تخلوه وحده. وعنده صحابه؟ عنده صحابه؟ عنده صحابه مقربين ليه؟ عنده صاحب فريد ما شاء الله. عنده صاحب فريد؟ عنده صاحب فريد يجي حتى يبيت معاه. هذاك هو، هذاك هو اللي يقدر يواسيه، صاحبه هو اللي يقدر يواسيه. عنده صاحبه اللي يقدر يواسيه. شوف نقول لك الابن تاعي ما شاء الله متربي. الله يبارك، الله يبارك. في عمره 16 10 سنين وهو يصلي. الله يبارك ما شاء الله. شوف عندي ولد زرين نهار الجمعة لقاهم في الجامع من ال 11 وهما يقراوا في الأب للأب تاعو، للأب تاعهم، قال له وزر وزر ما قراوا له، راه الحرف في الحسنيات، قال له احنا ما قراوا له وهما يلحقوا الحسنيات. الجامع، الجامع المسجد يروح وحده ولا يروح مع عمومه ويروح مع جده؟ عمه، عنده هذا عمه اللي بلاد عمه. لازم عمه هذا يتقرب من الإمام تاع المسجد، بالك الامام يقدر يفيده، ينصحه، يديه وحده يهضر معاه، يحاول يوعيه، يحاول يفكره باللي المتكامل نروحوا ليها ويخفف عليه شويه. الامام فين عنده دور، يقدر الامام يفيده. لكن هذا ما يمنعش انه زينب اسكندر راح نخليو لك الرقم تاعها، ابقي مع الشباب راح يعطيو لك رقم زينب اسكندر، تواصلي معها مباشره، تقدر حتى تجوزي لها وليدك يهضر معاه. ماشي، انا حبيت تعطيني نصائح على المباشر. يعني كي يعني يحب يقعد وحده، يحب تكون راح تعطيك، راح تعطيك، راح تعطي لك نصائح
وخلي الرقم تاعك، خلي الرقم تاعك للشباب، راح تتصل بك زين اسكندر وتزيد تهضر معك مفصلا حول هذا الموضوع. نشكرك يا اخي، نشكركم بزاف. ما تقنطيش من رحمه ربي سبحانه، هذا قضاء الله وقدره، راه يجرب فيك ويجرب فيك في ولادك ثاني. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، ربي يصبرك، ربي يصبرك ويبدل محبته بالصبر ان شاء الله يا رب. اللهم امين. شكرا لك، ما نطولوش عليك بزاف، بقاي تابعي فينا حتى تلتحق بنا زينب اسكندر، وما تقطعيش الخط، خلي الشباب يعطيو لك الرقم تاعها، اوكي؟ اوكي، شكرا سيدتي، على خير. اذا نتاسفوا على هذه الحاله، هذا نموذج فقط، اكيد انه فيه بزاف سيدات راهم يعيشوا حالات مزريه، حالات ربما عايشينها كمحطه سلبيه في حياتهم، لكن نقول لهم لازم ترفعوا من وعيكم، لازم تكون فيه، مادام انه فيه نفس الا وتلقاو حلول لكل المشاكل. ربي سبحانه وتعالى يصيبنا ويبتلينا في حياتنا من اجل تجربتنا واختبارنا فقط. اذا نعود نرجع لكل من انضم والتحقوا بنا في هذا الصباح، اختاروا قناة الشروق العامة، برنامجنا الصباحي صباح شروق، مازال مكمل في تقديم خدماته، وصفات شفيلة ايضا مازالها مكملة ومتواصلة. تعرفنا على الطبق الرئيس، نزيدوا لهم الوسمو، مدينا التحلية، يبقى لنا لاباتاش وسالي، يعني نمدوها في اخر. اوكي اوكي، برك نكمل. مازال ما كملناش الجعرو. الجعرو هذا قلنا نديروا الضيف ونديروا الزرودية بعد اللي نكونوا طيبناها، يعني فورناها ولا غليناها، الجلبانة نفس الشيء، وراح نزيدوا نديروا قطع تاع لو فخوماج. ولا اللي يحب فخوماج غابي نعاودوا نغلقوا على هذاك لو غولي، نغلقوا وحنا رانا نسوي فيه، ندوروا وحنا رانا نسوي فيه توجور بهذاك لو بابي، نربطوا عليه مليح الجوانب، نزيدوا نديروه في ان بابي الومنيوم، ونحطوه في ان بلا مع شويه ماء ولا شويه مرق تاع دجاج. هو على كل حال ما راحش يشرب هذاك الماء برك باش ما يطيبلناش يابس، وندخلوه حوالي نص ساعه للفرن راح يكون جاهز. تحبوا تقدموه بصلصه صوص، صوص مرق ابيض ولا مرق احمر، زيتون، جلبانه ممكن، ولا كما راح نقدموه حنا اليوم سامبل اون بتيت بيغي، ولا خضار مفوره. هنا اليوم الاختيار كيما الفصل تكثري، لكن في هذا قلتي تنقصي البصل. اليوم ما حبيتش، اليوم ما نقصت باش ما يتشققش، ما يبقاش يضرب. لا بالعكس، البصل راح يمد له طراوه، راح يمد له طراوه، لكن حبيت ندير معاه كميه كبيره من الموتارد والبيض والثوم. اوكي، ولو فيه خضار دونك حبيت نقص من البصل. نقدروا حتى نكرملوا البصل ونضيفوه، راح يعطينا بنه كذلك. يعني نقليوه ونضيفوه راح يعطينا. برافو عليك شيف، اكيد مخرجنا محمود الامين جنادي راح يرافق شفيله وخطواتها، كل خطواتها. واش راك تنتظر مخرجنا في نهايه الحلقه؟ الدعاء هذاك مازال مقلق عليه، على بالي الصباح دعاء الصباح هو المستجاب. انا كي شفته ركز عليا على بالي بلي يستنى في الدعاء. اجمل واحلى تحيه لكل مشاهدينا، تحيه كبيره من قبل كل فريقنا التقني الصحفي اللي يخدمكم كل صباح ويقدم لكم احسن ما لديه من خدمات. خدمتنا المولية راح تكون فيما من خلال محطة سير في لمان، وزميلنا ياسين اللي التحق بنا باش يعطينا بعض التوصيات نتعرفوا عليها مع بعض، رفقته ورفقة إيمان. أهلا من جديد. أهلا بك لطفي، صباح الخير ياسين. صباح الخير زميلتي إيمان، صباح الخير لطفي، شفيلة، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بيا في دارنا. يعني هاك في داركم ياسين. اذا كما تعودتوا على فقره سير في الامان وامن الطرقات مع زميلنا ياسين حبيل، دائما يختارنا مواضيع حتى تفيدكم مشاهدينا الكرام خاصه السائقين. اليوم راح من خلال ربما هذه الفقره راح نقدموا عبره ونصائح. نعم. ايضا ثمينه. نعم. وكذلك زميله ايمان، لانه ربما المتلقي او المشاهد كثروا عليه النصائح نصائح نصائح، يعني راح ربما يمل. صح. ولكن اليوم راح نكملوا في النصائح ولكن بطريقه اخرى، بمشاهدته لبعض الحوادث المرور على ارض الواقع، من خلالها راح نستفادوا من هذه الحوادث وما هي الاخطاء التي ارتكبها السائقين ومستعملي الطريق من اجل يعني حدوث هذا الحادث. كنا استعرضنا في فقره سابقة بعض الحوادث. نعم. واستفدنا كثير وشفنا انه احيانا اخطاء او هفوه صغيره تقدر تسبب كارثه كبيره على الطريق. نعم اكيد، كل حادث مرور هي قبله تكون هفوه صغيره. صح. يعني فراكسيون سكوند تكون به حادث مرور. على كل حال احنا نبداو بالفيديو الاول. الفيديو الاول هو درت فيه سلسله من حوادث مرور نفس الخطا. نفس الخطا جمعته في فيديو واحد. خطأ متكرر، يعني يتكرر بزاف. الخطا هو احيانا جميع واحد يعني جميعنا يعني كلنا صرالنا باللي انسان يغلط في الطريق. ما كانش واحد ما يغلطش في الطريق. صح. دونك
ولكن كي غلط في الطريق ويحب يدير دومي تور ولا يحب يعني يستدرك هذاك الخطا راح يدير ربما مناورات ما تخش في الحسبان. هذو اللي راهم يديروا حوادث مرور راهم يديروا في الدوران الى الخلف ستاتير لو دومي تور. اوكي لو دومي تور هذايا احيانا كيكون طريقه عشوائيه دون اخذ الاحتياطات اللازمه راح يسبب في حوادث مرور. دونك اي انسان غلط في الطريق ولا حاب يدير دومي تور مهما كان السبب لازم اولا قبل ما يعني يبدا في المناوره لازم يشوف المرايه تاعو العاكسه مرايه العاكسه التروفيزور لازم يدير اشاره في لوطون اغوش لازم يشوف الاتجاه المعاكس اسكو كاش وحده وجاي واللي موراه بون راهو شافو في التروفيزور باش ياخذ الاحتياطات باش يدور بالعقل. هنايا كلهم هادو راهم يديروا في الدومي تور راهم يشوفوا عندهم فيديوهات متتاليه كلهم راهم يدوروا بطريقه عشوائيه مثلا يكمل يخرج هنا لازم ينقص ما كانش عليه يخرج ادروات ما كانش عليه يخرج ادروات لانه كان في التروفيزور تاعو كان كنت انا اللي كنت جاي دونك كي شاف لي دقيقه اخرى ايزيتا دونك نخرج مليح باش ما يحسنيش انايا مقعد دونك وبالتالي راح ارتطم في السياره المتوقفه وهذا نشوف نشاهدها يوميا احيانا يوميا في صح في يعني خاصه كيكونوا في طريق سريع كيكونوا عده اروقه كي الرواق يعني يكون في اكتظاظ تلقاها تلقى الاخرين تمتم يروح الرواق الاقل اكتظاظا وبعد هي احسن شيء ينقص السرعه ويقعد في الرواق اللي فيه يقعد في الرواق تاعو باحتياطات لازمه بعقله باش يقدر يبدل الرواق ولكن ما تكونش فيه مناورات خطيره يحب يقول ما يكونش يعني تغيير الاتجاه بطريقه يعني هكذاك عشوائيه هذه الفيديو الفيديو الموالي نشوفوا خاصه سياره الاجره كيعيط له الزبون تاعو احيانا ما ياخذش احتياطات باش يستاسوني صح صح هذه بزاف هو واحتراما سائقي الاجره حنا نقولوا البعض احيانا ربما يتسرع باش يحبس دونك هذا سياره الاجره عيط له زبون اوب تسرع وما شافنيش ما شافش انا اللي كنت نمشي على الدروه تاعو هذا دائما لو يمشي ياسين فوالا انا هو اللي نمشي زعما نسوق وهذا استاسونا دوك بالتالي ما خلاليش الوقت باش نحبس ولا روماركيتي الاخت ايمان هذا يا انايا كنت في اللونغ المور تاعو والزاويه الميته اللي تكلمنا عليها والزاويه الميته حاب يقول لك احيانا السيارات تكون في زوايا لا يشاهدها السائق دوك هذا سير ما شافنيش باسكو شاف التروفيزور تاعو ما كان والو شاف منا الدروه ما كان والو وانا كنت في الزاويه الميته كي جبت يبا واش راه صرا حادث مرور رهيب مزيه ماشي فوالا دوك ما ربح لي الزبون ما ربحني حادث مرور على كل حال وربي يكون في العون في اللي سائقي سياره الاجره لانه يعني عمل شاق على كل حال. الفيديو الموالي هنا شوفوا تجاوز الخط المستمر تجاوز الخط المستمر احيانا من اجل التجاوز فهمت يؤدي الى حادث مرور. شوفي هذه السياره الجايه هذه السياره الجايه بسرعه تخطت الخط المستمر والخط المستمر يعني كما يقولوا المهندس ما يديرش هكذا خط مستمر هكذاك من طبعا اكيد يكون خطوره وخاصه الخطوط المستمره تندار في منعرجات اين تنعدد فيها الرؤيه هنا منعرج ما شافوش هكذا ما شافوش فوالا ما شافوش دونك هو تسرع المهم شوف باش نعطي نصيحه من خلال هذا الفيديو الخط المستمر كالجدار كالحيط ندخلوا في الحيط شو يدخل في الحيط لا نفس الشيء ما كاين حتى واحد يعني يترافيرسي لا الخط المستمر يعني مهما كانت الظروف الا ربما في حاله قصوى كيكون احتياطات اونبان واحد اونبان في الطريق وتدريب فارغه يعني باحتياطات يعني شد صارمه صارمه نعم هذه هذه الاستفاده من هذا الفيديو. الفيديو الموالي احيانا يكون عندنا يعني لا بريوريتي في انترسيكسيون تكون عندنا الاولويه سواء عندي سوفال سواء عندي طريق مضمونه هل الاولويه لي من الاولويه لي وجاي على اليمين يخرج ولكن سياره اسعاف دونك اونجاجات لانه علاش سي فري عندي لا بريوريتي سي فري عندي لا بريوريتي مي كي نحق الانترسيكسيون سا سبور سيارات الاولويه سيارات اللي تستفيد من تسهيل المرور تجوز قبلي دونك ماشي حاب يقول النصيحه من خلال هذا الفيديو ماشي حاب يقول عندي لا بريوريتي حاب يقول الانترسيكسيون جوز ديالك ماغري عندي لا بريوريتي عندي فوبر عندي طريق مدونه عندي طريق كبيره كي نلحق الانترسيكسيون توجور نشوف اليمين اليسار لانه صحاب ستوب يقدر يحرك ستوب صحاب الفروج اللي منه ومنا يقدروا يحرقوا الفروج يقدر كي لحقنا تريسيسيون ماغري لا بريوريتي ليا يقدر نلقى سيارات اولويه ولا سيارات تستفيد من تسهيل المرور وسيتي لوكا مع سياره اسعاف اللي كانت في حاله يعني اضطراريه كانت حامله ربما مريض ولا المريض هذا مسكين ناول داخل زاد مسكين زاد كملوا عليه مسكين وبالتالي في تريسيسيون ماغري عندك لا بريوريتي مي رد بالك من الناس الاخرين اللي ترافاسيو الطريق هذه الاستفاده اللي جبدناها من هذا الفيديو طبعاً. الفيديو الموالي
هنا الفيديو المواجه في الفقاعة كنا تكلمنا على إشارة المرور سيد عند الفروج أوتوماتيكمو هنا يا أحيانا حبيت نربح بعض الأمطار يقول هذا مش على الفروج هذا مش على الفروج دونك نستقل هذاك ربما ما يديماروش أصحاب الفار مازال ما يديماروش دونك هذيك الثواني اللي حبيت نربحها دونك هنا نفس الشيء هنا كاين فروج أدروات فوالا دونك كي نتخطاو الفروج أصحاب الفار أكيد راح يقيسوني والفيديو اللي نقعدوا في الفيديو هذا نروح هذا المشهد حنا نشوفوا كي كهالك كاين فروج كاين فروج وكاين احيانا نلقاو اشاره مرور هاي فروج كطريق مضمونه فروج يقول لك احبس وطريق مضمونه يقول لك جوز دونك هنا واش نتبع الاخت ايمان نتبع فروج ولا في طريق مضمونه كاين الناس ما تعرفش الكود تحير تلقى ضوء احمر اللي يقول لك احبس وتحتها طريق مضمونه تقول لك روح هي الضوء يعرف القانون يقول لك روح نحبس بالك نروح ندير مشكل بالك ما نروحش وعندي الحق نروح دونك هنايا مادام الضوء شاعل نتبع الضوء بلاكا ما تكزيستيش اوكي كلغا شعلوا لك الضوء خسروا عليه الكتريسيتي داروا لك الدنيا باش ما تتبعش الضوء مادام الضوء شاعل نتبعوا الضوء كي تكون الضوء طافي نتبعوا البلاكا وكي يكون الضوء اصفر الغماز تكون بلاكا هنا نتبعوا البلاكا هذه الحالات اللي شفناهم ديجا في الحلقات الماضيه دونك لازم تتبعوا الاضواء الفيديو الموالي هنايا دائما الدوران الى اليسار دون اخذ الاحتياطات سيد السياره الحمراء راح تدور على اليسار دون يعني رؤيه ملي كاين شخص يتجاوز ملئه العاكسه والسيد راهو في تجاوز دونك هنايا السيد القادوره راح يدور اوب اوتوماتيكمون بلا تروفيزور هي شوف هي في جست سهلين صغار يشوف برك يعني ان كو دوي في التروفيزور تفهم لا سيتياسيون دونك هنا تاخذ القرار اسكو ندور اسكو ما ندورش دونك هذا الفيديو دونك دائما كي نجي ندور خاصه على اليسار ناخذوا الاحتياطات باش ندور على اليسار لازم نشوف اسكو انا ما عنديش منع اللي تمنعني اوكي نحكم لا بون بوزيسيون سي تادير الا كاين طريق تدي وتجيب نحكم الوسط الا كان طريق تدي سونس اونيك نحكم لا غوش باش ما كتبدا وتجي الا كان عده اروقه نحكم الرواق الوسط فوالا الفيديو الموالي المخرج يقول لنا اجري شويه دونك هنا كاين مناخورات خطيره كاين هنا احيانا سباق بين سيارتين اها عم يلعبوا في الطريق سيارتان سوديتان هادو راهم يلعبوا دونك كاين مناورات خطيره دونك هنا اللي قلت لك مقبلات ما لازمش انسان يدير مناورات راهو على دروات ومن بعد كان في لاغوش بك راه على دروات ومن بعد حاب يجوز بين السيارتان ويتبع السياره اللي هو سابق فيها اكيد راح يصرح هذا المرور الناس يديروها لعبه احيانا لعبه حنا دي فوا راك تسوق يجوز عليك واحد مناورة خطيره يتشحنوا حنا واش نقول هذا ما يبعدش صح فوالا دونك ما بعدش الفيديو الموالي باش ما نطولوش مشاهدينا هنايا الفيديو هذا يا خليته ليك ايمان انت عبري على بليش انا ما قدرتش نعبر واش بقى نعبر هذه سياره طائره ولا غير طائره شوفي كيفاش يعني حادث مرور رهيب جاتني اتجاه معاكس جاتني اتجاه معاكس فوالا انت راكي تمشي في امان الله راكي تمشي في امان الله تلقى سياره فوق راسك جايه يعني هذا مميت مميت هذه ما بقيتش لها تعليق لا تعليق ولا. لا تعليق كان الفيديو هذا العاشر سرعه مفرطه سرعه مفرطه اكيد وكان فيراج هنايا كان فيراج راه لوب الفيراج قلنا لان قلنا في حلقه ماضيه في الفيراج كاين لا فورس سونتريفيوج القوه المركزيه الطارده اللي تخلي يعني هذه قوه فيزيائيه تخلي السياره تنحرف على مسارها في المعالجه وبالتالي لازم عليا النقاس وهنا تفرط في اللي كان يمشي يعني واحد. عادي الفيديو الاخير خلاص اخت ايمان حبيت بعد واحد الصوره هنايا حبيت نشكر من خلال هذه فقره اليوم المؤسسه الوطنيه او المؤسسه العموميه الاقتصاديه لنقل المسافرين الوسط تي في سي على تكريمنا اللي قابت بحمله تحسيسيه فيما يخص حوادث المرور وساعدتنا هذا المدير العام وكرمنا بهذه المناسبه واش قالنا المدير العام قالنا يعني بفضل حصه سيرفي لمان اللي جات لنا الفكره باش نقوموا بهذه الحمله التحسيسيه وبالتالي استدعانا وكرمنا وشجعنا على يعني المجهودات اللي في سيرفي لمان وعطانا نفس جديد الف مبروك والحمد لله الناس سوف تتبع في الحصه الحمد لله كان كنت انا والشيخ فرحات الحية بالمناسبه كان معايا دونك حبيت نشكر من خلال وراح نزيد نشكر في حصتي سيرفي لمان ان شاء الله يا رب حصه سيرفي لمان لنهار اليوم الله يسلمك راح تتحدث على الدراجات الناريه اوكي اليوم على الخميس على الثامنه تاع العشيه نهضروا على الدراجات الناريه لانه الدراجات الناريه مشكل كبير الدراجات الناريه تشكل 1% من الحظيره الوطنيه ولكن 15% من نسبه حوادث المرور دونك شيء يعني رقم موضوع مرتفع. مهم موضوع مهم حنا نضربوا لهم موعد نقول لهم تبعوا سيرفي لمان على شحال على اليوم الخميس على شروق نيوز على الساعه 8 مساء
وتعاد ان عاد بزاف ما يعرفوهاش الجمعه 5:30 العشيه ان شاء الله تكونوا في الموعد. شكرا لك ياسين حبي على كل النصائح اللي قدمتها. نحن فقراتنا مازالت متواصله. الفقره اللي تحبوها بزاف حياه الروح. نقول حياه الروح ونقول السيده زينب اسكندر ونخلي لطفي هو اللي يعرفنا بالوظيفه. شكرا لك ياسين. كنا تحدثنا على حوادث المرور. وين ما تكون حوادث المرور يكونوا ملائكه الارض اللي يقدموا كل الاسعافات الاوليه لكل المرضى. ما راحش نتحدثوا على ملائكه الارض وانما عن ملائكه السماء اقول والتي لا تحصى والتي لا يحصيها الا المولى عز وجل. تحدثنا عن طاقتها الروحانيه الاخصائيه المدربه الدوليه في تنميه القدوه الذاتيه والمعالجه بالطاقه الحيويه ورفع الوعي بالوحي الاستاذه زينب اسكندر. صباح الخير نورتينا. صباح الخير استاذه. مرحبا. اهلا بكم. لاباس؟ الحمد لله يا رب. نهايه اسبوع موفق. شكرا لك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اذا موضوعنا اليوم موضوع جميل جدا. الملائكه يعني الكل يتصور الملائكه بالاجنحه لانه معروف ان الملائكه عندها اجنحه لكن عدد 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 الملائكه لا يحصيها الا المولى عز وجل سبحانه وتعالى. والملائكه عندهم طاقه ويمكن ان نستمد تلك الطاقه ونحن في الارض بالفعل. صح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني من بين اوجه الطاقه الايجابيه التي نتكلم عنها من بدايه يعني تواجدي في قناه الشروق من بينها ومن أهمها هي طاقة الملائكة. لأن عندما نتكلم على الطاقة الإيجابية من بين هذه الطاقة طاقة النور أو طاقة الله سبحانه وتعالى أو طاقة كل ما هو في الكون من أهمها وأسمها ما بعد الله سبحانه وتعالى والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طاقة الملائكة. ملائكة يعني هم أصلهم نورانيين مخلقين من نور وهم يعني مقربون إلى الله سبحانه وتعالى لا يحصون الله ما أمرهم. هم يشاهدون هم في الملأ الأعلى يعني ما عندهمش عالم الغيب كما الإنسان إلا أننا مطالبون بالإيمان بهم. من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة يعني هم يعني ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به يعني وندير له حساب في حياتنا. يعني نعرفوا باللي الملائكة نضرب مثال أنهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم الريحة الكريهة أو الشجار أو الرفع والصوت المرتفع. لازم نراعيو هذو في حياتنا لأننا عندما نأذي الملائكة الملائكة سيتخلون عنا. هما ما يحبوش حاجة كما هذه. هما يحبوا مجالس الذكر مجالس العلم مجالس. اذا هذا هو الموضوع اللي راح نفوتوا في تفاصيله بتواجدك. لكن قبل من نستعرض هذا الموضوع كانت اتصلت بنا يزيد فضلك اتصلت بنا متصله كنت سمعتي السؤال او شكواها. كان توفى زوجها عنده شهر. نتمنوا له الرحمه ونترحموا على كل موتى المسلمين وخلالها ابناء رغم اغلبيتهم في سن المراهقه والطفوله. خمس ابناء. ثم هي راهي عندها المسؤوليه ملقات عليها. هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل السكينه عليها. الملائكه عندما يكونوا معها سينزلوا عليها السكينه ويكونوا معها يعني وتكون صح تحس بالملائكه معها يعاونوها يحفظوها. لكن انشغالها الاكبر فيما يخص ابنها اللي في عمره 16 سنه. وراو يعيش عزله يعيش عزله وما تقبلش وفاه المرحوم. تكلمت معايا كنت في اعطيتيها توصيات ولا تزيدونها؟ لا قلت لها دوكا راني داخله للاستوديو بعد الاستوديو ان شاء الله راني نتكلم معاها. هي راهي فيه حاله تعلق. هي راه هنايا الانهيار راهو يعني لازم يلعب الابن يعرف ان الله سبحانه وتعالى عندما حطه في تجربه كهذه لانه راهو يهيئ له فيه الى قضيه اكبر. لكن شكون اللي يقول له؟ انا كنت وصيتها بحكم تجربتي المتواضعه جدا في الحياه قلت لها ما كانش احسن من الامام بما انه قالت لك ابنها يرتاد يوميا على المسجد. ما شاء الله. قلت لها مليح انه ويرافقه العم نتاعو. قلت لها مليح انه العم نتاعو يحكم الامام. وحده يحكي له المشكل ويخليها يجلس معاه ان شاء الله باذن الله. كي تهضر معايا يعني هنايا لازم يبين له. احنا قلنا في طاقه اليان واليانغ ما كانش حاجه سلبيه وما كانش حاجه ايجابيه الا ما هي يعني انت كيف تنظر للشيء.
يعني لعلها هي في قالبها مصيبة، ولكن فيها الرحمة كبيرة كبيرة في خفاياها. لازم الإنسان هنا أن تغفت ولا إمام ولا يجلب نظره، إلا أن يعني هنا عرف للملائكة راهي خصتكم بالرحمة، إن الذين قالوا ربنا الله الذي أصبتهم مصيبة قالوا إن لله إن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عندما يصبر يصبره الله، تنزل السكينة، راح يقويه، راح يقومه، راح يوفقه، يعني راهو راح يلعب دور، هو كروح راح تلعب دور كبير في الأسرة مع أمه مع إخواته مع هذا. هذا معناش احنا حتى واحد ما هو يعني محصوم من حاجة كما هذه، لعل وعسى كان يقدر يموت هو في عمره عام. صح. هذا الطفل صح، احنا رانا أكل هو في هذا الموقف. الأب هو يعني راح هنا، لا تنتهي الحياة، الحياة ولا تنتهي مهمة الأب أونفيغ هذا لو بيغ ولا أونفيغ لا ميغ ولا قدام ربي سبحانه وتعالى. هي تقدر تشخص أنها حالة اكتئاب، حالة اكتئاب بصح يعني كي يعرف لو تيرابوت كيفاش يبين له يخرجوا من هذه الحاله. اذا ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذه التوصيات فاتت. اذا ما قدرتش تجي لي الجزائر ان شاء الله بالتليفون راني نحكي ان شاء الله نتكلم معاها ان شاء الله، ولا انا رحت للصيف نستطيع تجي لعندي ان شاء الله يا رب جيبوا لي وتجي لعندي. يلا نرجع نواصلوا في موضوع الملائكه. هو يعني موضوع شيق من قديم الزمان، مع انها الملائكة ركن من أركان الإيمان، إننا إلا أننا لا نوليها المكانة اللازمة في حياة المؤمن. إحنا نعرف الملائكة، ملائكة كاين أنواع وأنواع، يعني مكلف بالوحي، حملة العرش، الذين ينزلون بالأرزاق، الذين يكتبون السيئات ولا الحسنات، يعني هم كثار، الذين يكونون في الصلاة ويؤمنون على من صادف آمين تاع الملائكة فقد غفر له، يعني عندهم مكانتهم كبيرة في حياة المؤمن. إلا أننا احنا من كثرة يعني تركيزنا على الشيطان والجن ورجاء وراء وكل حاجة، كأننا آمنا تواجد المؤمنين، يتواجد الملائكة مع المؤمنين وخدمتهم، يعني هو ربي راهو مسخرهم كأن راهو مسخر الشمس ولا مسخر، راهو مسخرهم لخدمة المسلمين. وما ننساوش أيضا لعنة الملائكة. صح، لعنة الملائكة عندما لأن الملائكة تلعن الشخص اللي يكون تلعن هي فايزوف من نشوفها عكسها. إن الإنسان عندما يريد أن يزور أخاه مريض تدعو له 70,000 ملك حتى يصبح، إلى راح في المساء وفي الصباح حتى يمسي. شوف هذيك اللي أنه راح يزور أخيه في الله مريض. مريض. كذلك المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه ولا تنام وزوجها غير راضي عنها، ثانية تلعنها الملائكة، لأن الملائكة عارفة بلي قيمة الزوج قيمة كبيرة، يعني عندها وين الملائكة تحفظ ترشد تثبت. عندنا عبر السيرة يعني تاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن شفناهم في غزوة بدر أنهم هم الذين قتلوا الكفار، ليس المسلمون كانوا قلة ولكن كانوا هم يقاتلون مع المسلمين، يعني كان جند، هم جند من جنود الله. الله عز وجل. هم جند من جنود الله، يعني كانوا يحاربوا. حتى يقول الصحابي أن والله يسمى ما ضربتش عند العنق وشفت الكافر رأسه، بذلك أنا تفهم باللي ماشي الصاحب اللي كان يضرب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بإذن من الملائكة اللي كانوا مع الله. هما الملائكة كذلك ملائكة تحمي أيضا، تحمي، ها هي حماية الحفظة لمن دايرين الله سبحانه وتعالى. تقولي والله لا قريب تحسني طنوبي. صح. الحمد لله. وما هما يجيو بعكس الشيطان، أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا أن لا نقف على حافة جبل أو تغاس ولا، لأن الشياطين تدفع تدفع، عكس الملائكة اللي تحفظ. والشياطين تؤز العاصين إلى المحصية، الملائكة لا، يحب المؤمن يدير المحصية
ما تخليهش تعطلوا تعطلوا حاجه تخليه يعني فما تخليش يدير المعصيه. وحتى يعني عندما يتوب الانسان تستغفر له الملائكه وثم تدعي الله سبحانه وتعالى ان يقيه السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. وهما اللي يخليوا الانسان زعما هو وراقد. شفت الذين تتقلب جنوبهم على المضاجع ما تجيهمش الرقده شابه، هما راهم يعزوا فيهم. نوض تصلي نوض راهو كاين زعما تقول لي والله ما تحلالك الرقده، اي روح نصلي خير. يعني شفت الملائكه يصون هنا باش يثبتوا الانسان، يثبتوا المؤمن. هنا عندما يعني نحن نهضروا كطاقه الملائكه، وين نهضروا عليها؟ بالرحمه التي تنزل، بالسكينه التي تنزل، بالبركه التي تنزل. هذو الكل نشوفوا الملائكه حاضرين معانا. نقولوا بيت ماهوش واسع كامل، الحمد لله الناس كاع داخلين، لانهم مبسوطين مؤمنين فرحانين ببعضهم. الملائكه توسع لهم في البيت. المال يقول المال غير شويه الحمد لله يا ربي بارك فيه. هو البركه، بركه الملائكه التي تبارك في الطعام وتبارك في الولد وتبارك في الزوجه، لانهم هما هذاك النور اللي راهم فيه. الملائكه محاطين باصحاب البيت، يعني الطعام عندما ياكلوا اصحاب البيت يقعدوا يقصروا اوتور دو لاتاب، يجي تحت حلانا نقعدوا اوتور دو لاتاب نحكيو، لان الملائكه ما زالت تستغفر للمسلمين هذاك الوقت. كيما باغ اكزومبل كي نصليو ما لازمش واحد ينوض توت سويت، لان الملائكه ما زالت تدعو وتستغفر للمؤمن. راهم يعني نحسوهم باللي راهم معانا. لذلك العكس صحيح. شوف انت بيت فيه بزاف الشجار ولا وصلت يعني الصراخ ولا الضرب، يعني تغادر الملائكه ذلك البيت 40 يوم. ترفع البركه والسكينه. في 40 يوم خلاص وصل، دخل شيطان، دخل شيطان خلاته وراح خلاص. بقاو غير يكتبوا ولا حفظه ولا بدون ملائكه سكينه. كي تدخل تقول هذا البيت باين بلي كان فيها شجار وما فيش حمايه، ما كانش حمايه، ما كانش بركه، ما كانش سكينه، ما كان والو، لان كان صار فيه شجار، صراخ، ضرب، قتل. حتى وكان فيه قتل، المضرب اللي تكون فيه قتل يعني جريمه، يبقى سبحانك يا الله فيه الخوف، الرهبه كما يقولوا، يبقى سنين هو ثم في ذاك الله. صح. الملائكه في حد ذاتهم، احنا في الطاقه، نهضر عليهم كطاقه. هي الانسان هنا وين يحتاجهم؟ عندما يراعي، يعني هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يعني راهم مستقيم، هما لا يحصون الله ما أمرهم، بصح مسخرين إلى المؤمنين الذين تشبهوا بالملائكة فأصبحوا مسخرين لهم، أصبحوا يعملون تحت يعني يا ملائكتي ثبتوني، يا ملائكتي أعينوني، يا ملائكتي ارشدوني. يعني راهم مسخرين لهذا. يعني يمكن أن نطلب المساعدة الملائكة وليس من الله عز وجل. هو مسخرين. صخرنا ملح ونحينا به طاقة سلبية. يعني يجوز. يجوز. هما مسخر أعمالهم فوق الأرض هذا. يعني أنهم للحفظ، أنهم للبركة، أنهم للسكينة، أنهم لل يجوز يمكن شكر الملائكة؟ أيها. احنا نشكر الله عز وجل على النعم. نشكر الملائكة الذي سخرهم لي لخدمتي. نشكر الله ونشكر معاه كل ما سخر في الكون. كذلك عندما نقول في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وش صرى لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وش معناتها؟ لا تخافوا على ما فات ولا تحزنوا على ما، ولا بالعكس لا تحزنوا على ما فات ولا تخافوا على ما هو آت، وعيشوا اللحظة. واللحظة عندما تعيش اللحظة تتنزل عليك الملائكة، صافي راك في لو مومون بريزون، تو فو لو بريزون، راك هنا والآن، راك تتنزل عليك الرحمة، راك عندك النور الإلهي، مراكز الطاقة، مراكز النور كامل مفتحة، فأنت والكون واحد. شفت طاقة الملائكة كيف عظيمة يعني. كل ما تطلب، كل ما تكون هما هنا حاضرين. انهم باغ اكزومبل في مجالس العلم تشوفهم بكثره، مجالس الذكر عند في شهر رمضان، نستغل كثره الملائكه وخاصه في ليله القدر، لانه جبريل هو بنفسه ينزل
ليتفقد المسلمين عندهم راهم يتدارسون القران ولا يكررون القران ولا يدعون ولا يصلون قيام الليل. فهنا الملائكه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث حتى ما تصيبش موقع شبر ما فيهش ملائكه. ملائكه معمره يعني طاقه ايجابيه هائله. لازم الانسان يكون فيه هنا والان في ذاك الوقت طيلة رمضان وخاصه في العشر الاواخر وخاصه في ليله القدر انه يتشبع بذاك النور. شت بورتابل وحطيته يتشارجا ومن بعد ليله العيد خلاص 100% اقعد تخدم بها 11 شهر. يمكن رؤيه الملائكه ويمكن حضور الملائكه ولو في المنام، لانه الجن مثلا يقدر يقول لك شت يتجسد في شكل إنسان في شكل حيوان. ماذا عن الملائكه؟ والله ليس علمي هذا، ربما كاين انسان تشوف تحسهم انك تحس وجود زعما سكينه في البيت، بصح باش تراهم الله اعلم. والله ما عنديش الرضيع كيزيد يكون يضحك ولا يشوف يقول لك يضحك مع الملائكة او يضحكوا فيه الملائكة ولا كيكون يلاغي، لكن ماهيش صحيحه ولا واحد يعرف انه الله صحيح. اعلم لانه هو في روحه ملائكه لم يعي برك باش يولي يعرف الشر والخير، مازال ملائكه مازال ما تكتبش عليه السيئه والحسنه مازال هو في روحه ملائكه. الله اعلم. طاقه سلبيه هو في روحه طاقه ايجابيه محضه. الله اعلم. البيبي حتى لاج دو سيتو تقدر تدي منه الطاقه الايجابيه، تقدر كانه ملائكه. لذلك كانت طاقه الملائكه لازم احنا نفعلوها في حياتنا، نعملوا على نظافه المكان لانها تحب النظافه، تحب الريحه الطيبه. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقي من العطور وكان يجيبوها له من اقصى يعني صح. بعض الرجال يعني يشريوا العطور الغاليه الثمن، بصح انت ديرها بنيه انك راح تستحب الملائكه تشم فيك الريحه الشابه، انك تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، تكون هذا عندك الاجر تاع شوف العكس. ان الانسان عندما يتكيف سجائر الملائكة تروح في ذيك الدقيقة. لذلك الهالة تاع الإنسان ما تشوفهاش زعما كان واحد يشوفوا له بالآلة تاع تشوف الهالة، الهالة الإنسان بعد سيجارة خضاها يشوف باللي الهالة راهي متقطعة غير متكاملة غير مشعة، لأن كان فيه خلل، كان فيه هروب الملائكة إلى حد واحد تبتعد برك من الشخص اللي مدخن ولا حتى من المكان تبتعد عن الذي يحسن له ولا من المكان واللي كامل يحسن له تبقى معاه الملائكة ولا من المكان كامل. لا لا تبعد تروح شوية لهي وإذا كانوا مجموعة مدخنين لكن احنا ماناش نهضروا على الحارسين، لا هذوك يبقاو دائما يبقاو. وسبحان الله من رحمة ربي سبحانه وتعالى عندما الملك تاع السيئات يبادر أن يكتب السيئة، الملك تاع الحسنات واش يقول له؟ استنى مازال ما صلاش، راح يستغفر يروح يتوضا يسال استنى مازال ما صلاش او غير زعما توضا حتى لليل هو يستنى فيه وما يحبش يكتب صيح. دوك هذا يحب يكتب او موكل يقول له استنى شويه راح يستغفر راح يتوب راح يعود، يعني يعرف الانسان ضعيف. هو المؤمن في قيمه عند الله سبحانه وتعالى خير من الملائكه، لانه هما راهم في الملأ الاعلى وما راهم يشوفوا يعني قريبين من الله، عندهم علم الغيب ومكشوف عليهم. الملائكة كامل في الملأ الأعلى. كل الملائكة في الملأ الأعلى. وكاين اللي راهم هنا. وكاين في الأرض. كما اللي يتداولون علينا بالليل والنهار. ولا يكون امتداد من الملك الأعلى إلى الأرض. كاينين اللي يطلعوا العمل تاع نهار الاثنين والخميس يطلع عملهم بني آدم. وكاينين اللي تاع النهار اللي بين العصر ملائكة الصباح يديوا العمل تاع اليوم العصر في وقت العصر يديو تاع النهار وفي الفجر يديو تاع الليل. هذو ما علاش ان قران الفجر كان مشهودا في هو صلاه الفجر والصبح، لانه يكون فيها ملائكه الليل وملائكه النهار، فالكل هذا الجمع يشهد كما في العصر يشهد هذه الصلاه، يكون في بزاف الملائكه. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاه الفجر يقول صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وعلى صلاة العصر في الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لأنها ثم الملائكة تطلع بأعمال اليوم، قلنا في الصبح والعصر، تطلع يوم الاثنين والخميس نهار تاع الأسبوع، تطلع في شعبان تاع العام، وهي رايحة.
لذلك كان لازم علينا نراعيو نستحيو ثاني من الملائكه، نراعيو نظافه المكان، نظافه الجسم، نظافه، لانهم يحبونا ما يحب ابن ادم، وخاصه يعني المراحيض والماء، الحاجات وين كاين النجاسه والعياذ بالله، لان هذه تسمى تتاذى الملائكه، تتاذى من الله. نراعيو اننا المعامله تاعنا تكون مليحه، لان الملائكه ما تحبش الشجار، ما تحبش صراخ، ما تحبش، لذلك كاين نحسوا بعض الامهات يقول لك انا مقلقه، وانت راكي دايره هربتي كاع، انت راكي هربتي كاع الملائكه بالضبيح تاعك بالوسمه، راكي هربتيهم، اقعدي انت في سكينه ووسمه، شوفي كيف تدور بك الملائكه، زيد حتى تعاونك. اذا كل الاداب التي وصينا بها القران الكريم والمولى عز وجل يعني كرمالا ايضا للملائكه. هناك اداب الوضوء، هناك اداب دخول المرحاض اكرمكم الله، دخول الحمام، لا تكون معك، صحيح. انت تتخلى عنك في ذاك الوقت، دخول ايضا دعاء خاص بالمعاشره الزوجيه، دعاء دخول المنزل، لان كل عندما تتبعد شويه الملائكه تجي الشيطان، انت بتبقى انت، والدعاء اللي استعذت به، اعوذ بك من بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والاخر، يعني راك استعذت بالله ودخلت، ملائكة هنا راهم برا ما يبقاوش معاك، يعني لذلك انت راك بوحدك بالدعاء مستعيذ بالله ولا مستعين بالله من هذا وهذا وهذا. ملائكة لازم نراعي عند الاكل، هما يعني يحبوا ان بسم الله واكل بيمينك، هذا اكل، لان الملائكة ستشهد ستشهد هذا الاكل، سورتو كما قلنا احنا ناكلوا بوعي، مايندفولنس ايتين، والحمد من بعد ملائكة تبقى. اليوم غذيتينا بوعي والله، واستفدنا كثير من خلال هذا الموضوع اللي عالجتيه، وملائكة الرحمن والطاقة التي أنا عندي ملاحظة، يعني هذا اجتهادي ما حوست عليها في الكتب، يعني باش نشرحها طاقيا، أن مراكز النور قلنا هي السبع مراكز اللي عندنا الرئيسية تاع الطاقة، يعني اللي تكون فيها الطاقة، فيها سريان الطاقة يمشي، وتكون إنسان أموره ماشية ومليح ومتزن نيتو، لعل وعسى، لأن الملائكة يقولوا ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، أنت ماكش تشوف هنا باللي مثنى وثلاث ورباع هي عدد الركعات، مثنى تاع صلاة الصبح، ثلاث المغرب، ورباع ظهر العشاء، وعشاء، ماكش تشوف باللي نفسها هي الأجنحة، عدد الأجنحة، لأنها هي التي تفتح مراكز النور عند الإنسان، لذلك في الصلاة تتوازن وتنشحن الشكرات هذه مراكز النور، لأنها عندها سبة علاش تكون هي ثم بكثرة، وتكون أنت بوعي، تصلي بوعي، يعني ستشحن مرة أخرى بطاقة ملائكة هائلة. كم جميل أن تحتضن أجنحة الملائكة، والله وكم جميل لأنه احتضناك من خلال هذه الجلسة وبرنامج صباح الشروق، وكم جميل أيضا أن يحتضن كل مشاهدينا من خلال فتح أبوابهم لنا واستقبال كل فقراتنا ومحطاتنا. شكرا لك. يعني نبادر بالتوبة ما بدرنا في أيام الفضلة، باش ما تروح الناس طاقة الملائكة في شهر رمضان. إن شاء الله. إن شاء الله أستاذة، دائما نستفادوا من حضورك، مورك مميز. شكرا أستاذة. احنا مازال فقراتنا متواصلة، الآن محطتنا راح تكون صبر آراء لعدة زميلتنا أسماء زينايدي، موضوع حول الوقاية وكيفاش يتعامل الجزائري من الكورونا. يلا تابعوا مع بعض، تفضل. وش رأيك في فيروس كورونا؟ هل تشوف فيه انه راح يقضي على ثلث البشرية كما راهم يروجوا، ولا راح يلقاو له دواء قريبا؟ ثلث البشرية ما شكيتش، خاطرش كيما الأيام الأولى مرضوا 8000، 8000 كي وصلوا لعدد 8000 لقاو باللي الآخر عدد الموتى 200 250، هذه ما لحقتش الثلث، وكان بالعكس تاعو 3000، يعني احنا من الآخر هذه تاع أنه راح يقضي على 3000 ما شكيتش، الثلث ما شكيتش يقضي عليها. ونقولوا إن شاء الله فيها خير، وإن شاء الله يرفد علينا هذا ربي سبحانه هذا الابتلاء. وش تتوقع يلقاو له؟ بربي ان شاء الله يلقاو له الماكسيموم كيما رانا نشوفوا فيها 10 ايام ان شاء الله، كان جوري يلقاو له حل باذن الله.
وانت نفس ما مثلي نفس الراي، ما نتوقعش ما يطولش المرض هذا يلقاو له دواء. هذه الكورونا اختي حتى ريح بين الله، باسكو ربي اللي جابها خرج سخط هذوك لاشين، هي يعني خرجت من لاشين سخطهم باسكو شتي قتلوا هذوك المسلمين وقايتك، وجو بونس با حيلقاو لها الدواء هذه باسكو حتى ريح ما بين يدينا ربي. توقعت بلي حتقتلنا كاع، جبونس حتقتلنا كاع هذيك. ماشي كامل باسكو قال لك هي تقضي على هذوك اللي ناقصين المناعة، تما حيشدوا وسمو هذوك اللي ناقصين المناعة برك، هذوك اللي الله يبارك ياكلوهم عاش تقيسهم كاع هذيك. في الجزائر لي مالادي لي زونفون كاع هذيك، هذو حتقيسهم. مي بصح ان شاء الله نقولوا حنايا ربي بعد علينا البلا هذايا وان شاء الله يكون غير الخير. تقول عفسه مازال ما لقاولهاش دواء باسكو تقول ربي بلانا بها، تقول باسكو من الديفوف في شناهو باسكو ما عفاك واش ياكلوا لي زانيمو منه. بصح باش يلقاو لها دواء تقول دايرين تقول مارقين تقول لقاو لها دواء، قال لك زيت الزيتون هي اللي تبري كورونا ويا امبوسيبل. هما اصلا ديجا الرسول ذكر واحد العشبتين نسيت اسمها بصح هي فيها بحري، عفساني شاف عليها بحري، قال لك تقول تقضي على اي ميكروب وعلى اي طاعون. وبالك يلقاو لها ان شاء الله دوكا اطباء تاع العلماء كاع ما لقاو المونت تاعها ما قالوش نحاولوا الجزائريين يلقاو لها المونت. اخي عفسه باينه هي دوك الجزائر كي دخلت لها دوك الناس دايرين عبدتهم تحريشه، وكاين اللي قال لك يقول لك شغل كورونا داروها باش ينسيو في البوليتيك. انا ماشي خايف منها باسكو سمعت قال لك اللي تكيف بزاف ما تحموش كورونا، وانا تقول من داك تقول انا كنت نتكيف بزاف سما نشغل ما داير كونفيونس ما تحكمني. وعسى تاع خايف منها ولا هذا مكتوب ربي، تسمى كل واحد شنو مكتوب وبالك تحكمك بالك ما تحكمش، وتوم اللي قال لك زادوا ما توجدش في بليده وكاين في قليعه تنتشر ولا غالب وكل فيها وعسى فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. خاطر راك تشوف في البلاد دوره ويديروا لنا اشاعات باللي كان مرض كورونا مرض كورونا، والحمد لله ما نخاف ما نخافش، ليه نخاف انا من كورونا؟ الموت كاينه واحده كنا نستناو في الموت. مين تاع كورونا هذه ياك تشوف في البلاد نستهزاو بها كورونا، هو صح مرض خطير قاتل، لو كان يدخل بلادنا احنا ما عندنا لا طب ما عندنا والو، تسمى تخلص علينا. نطلب ربي يديروا له حل. لا سما واش شفنا في لي ميديا؟ سي ان فيروس تري دونجور. C'est-à-dire il touche un groupe, c'est-à-dire il touche fort ou les autres, il touche bizarre je m'as. Inch'Allah, Inch'Allah, ici boulot un vaccin ou là. Mais où je m'en ai, c'est les mêmes nos deux les bavettes, l'hygiène des mains, celui d'inat toujours tout le temps, que ce soit le mec là ou là, évite tout les endroits où il y a une espèce bizarre, le monde et tout. فوالا ان شاء الله ربي يجيب الخير وهذه هي. كيفاش كاينه من هذه العفسه؟ باسكو الدواء دوكا طول العين ماشي كيما بكري. تبي ربي يلقاو له واحد، ماشي هذا الفيروس اللي تنبؤوا عليه كيما حكيتي لي انت، ما شكيتش منها ما كاينه منها. تما حيصيبوا له حل بالك بالك في مارس ولا هكا يكونوا قطعوا عليه لافان تاع مارس بالك. بالك في الجزائر مش كيش يكون دخل صح ما باليش هذه. قالك بوناطيرو بوناطيرو كاباب ما تقدرش تعرف عندنا ولا ما كاباب. المهم يلقاو له حل، وكان يقدروا يديروا فوق برك الثقه في العلماء تاعنا يلقاو لهم كيما هذاك بوناطيرو. المهم عنده امكانيات باش يلقى الحل، يقدر يفريها. فيروس هذا فيروس متطور شو زعما الصين هي اللي بنات زعما سبيطار في 10 ايام ما لقاوش المرض ديالو، تسمى امبوسيبل باش يلقاوه. لا لا يلقاوه بصح يطول مده لازم يلزم وقت. يقضي كافابل يقضي ربع البشريه. راني خايف انا كي راني هنا راني خايف. شوفي اختي هذا المرض مدو ربي، تسمى كل داء دواء، انا نعمل بهذه العفسه ابار سامر مش هذه زعما توت البشريه وما بالي شو حيقضي. هو صح مرض صعيب هذا بصح كابابل يقاولوا دواء نورمال باسكو ربي قال هذه في القران تاع كل داء دواء. ان شاء الله يلقاولوا الحل ان شاء الله، وحنا نطلبوا ربي ان شاء الله الجزائريين هما اللي يقاولوا الحل ان شاء الله.
شكرا لك زميلتنا أسماء زينايدي على هذا التقرير. شفنا آراء متفاوتة بخصوص هذا الفيروس اللي أمس منظمة الصحة العالمية أعلنت بأنه وباء عالمي. احنا نبقاو دائما في الصحة في الشأن الصحي، لكن موش في الكورونا، راح نتكلموا على مرض آخر أو أمراض أخرى. اليوم يتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الكلى، واليوم العالمي اختاروا له الشعار صحة لكل مريض وفي كل مكان. للحديث عن هذا اليوم العالمي والحملة التحسيسية اللي راح تكون إن شاء الله في الجزائر العاصمة، نسعد باستضافة الدكتور علالي رمضان، طبيب مختص في أمراض الكلى. صباح الخير دكتور. صباح الخير، شكرا على الخير. الاستضافة. مرحبا بك. الجزائر كباقي دول العالم تجتهد وقوفا عند هذا اليوم، وجمعية الجمعية الوطنية لنادي شباب أطباء الكلى الجزائريين تساير هذا الحدث أيضا، ونظمت حملة خاصة للتحسيس والتوعية. نتحدث عن الجمعية الوطنية لنادي شباب أطباء الكلى الجزائريين ثم نتحدث عن هذا اليوم. إذا نشكركم على الاستضافة، جزيل الشكر. الجمعية الوطنية لنادي شباب أطباء أمراض الكلى الجزائريين نشطة من سنة 2013، هي جمعية الهدف تاعها تقديم صحة جيدة للمواطن قبل كل شيء. ننشط عبر كامل الوطن، نسعى دائما لتقديم بعض الأشياء ولو بسيطة، المهم تكون في فائدة المرضى. قمنا ديجا ببعض النشاطات على أرض الميدان. النشاط الأخير كان في 2016 في ساحة حديقة تجارب الحامة، وين قمنا بحملة تحسيسية للناس، قدمنا فيها بعض النصائح الطبية. اليوم كذلك رانا نسيري كما قلت اليوم العالمي لأمراض الكلى، هو يوم عالمي في جميع أنحاء العالم. احنا تاني سينا نقدموا نصائح وبعض الإرشادات للناس عبر 10 ولايات في الجزائر. إلا حبيت نقول لكم دونك هي الجزائر العاصمة، سطيف، جيجل، طارف، تبسة، أم البواقي، باتنا، بشار، المسيله، والغوط. في كل مكان حتى الجنوب مسيفو. حتى الجنوب كان دكتور تركي زكريا راهو تما يقوم بحمله تحسيسيه في بمناسبه اليوم العالمي لامراض الكلى. دونك حنا على مستوى الجزائر العاصمه راح يكون هذا الحدث على مستوى البريد المركزي، وين نقوموا ببعض الفحوصات البسيطه، تقديم نصائح للمرضى في هذا السياق. فحوصات بسيطة تقدر أنها تكشف على أمراض الكلى، كيفاش راح تكون هالفحوصات؟ ألوغ قيس الضغط الشرياني، نسبة السكر في الدم، تقديم إرشادات، تقديم نصائح. أمراض الكلى لازم تعرفوا بلي هي أمراض صامتة، يعني للأسف الشديد الإنسان يعرف بلي راهو مريض مزمن في آخر المطاف، في آخر اللحظة. صح. دونك أحسن وسيلة هي الوقاية وهي الاستكشاف المبشر، من مبكر. مبكر عفوا، باش نستبشروا خير. نستبشروا خير إن شاء الله. دونك أحسن طريقة هي الوقاية، هي الاستكشاف المبكر قبل ما نوصلوا لمرحلة وين الطبيب ما يقدرش يدير يدخل من غير تصفية الدم. طيب انتم ذكرتوا كل هذه الولايات اللي راح يكون فيها تحسيس وتوعية، واكيد انه كونكم جمعية وطنية لنادي شباب اطباء الكلى الجزائريين ربما عندكم بعض الاحصاءات حول نسبة الإصابة بالكلى في الجزائر، وإذا كان التوزيع الإقليمي ولا المنطقة الجغرافية يكون عندها أيضا تأثير في عدد الإصابات أيضا ولا لا؟ التوزيع الإقليمي يعني ما نظنش، نمط المعيشي ربما، نوعية المياه، المناخ، نوع الأكل اللي تناولوه. هي أكثر شيء هو نوعية الغذاء، يعني التغذية اليومية هي اللي تكون سبب في احد الاسباب في انه الانسان يدير امراض الكلى. بعض الاحصاءات دونك نقدر نقول لكم باللي كاين اكثر من 23 الف مريض جزائري يقوم بتصفيه الدم في الجزائر. نقدر نقول لكم باللي الاسباب اكثر لهذا المرض هي ارتفاع الضغط الشرياني في المرتبه الاولى. للاسف
كما قلت لكم بلي يجي المرض في اخر المطاف وين نشخصوه وما يكون عندنا حتى وسيله من غير التصفيه، فاذا سبب هذا المرض في بعض الاحيان ما يكونش معروف. دونك الوراثه تلعب دور؟ نعم العامل الوراثي يلعب دور؟ هذيك في رابع ولا خامس مرتبه. المرتبه الثالثه هي مرض السكري. مرض السكري هو اللي دونك مرضى السكري خاصة مرضى السكري اللي يتهاونوا بصحتهم، دونك يلحقوا الى مرحلة تصفية الدم. طيب دكتور خلينا نتعرفوا على نوع الاصابات اللي تقيس الكلى. اول ما نسمعوا امراض الكلى انا يتبادر على ذهني وكثير من المشاهدين اكيد فشل ولا حتى الحصى بالكلى. صح احنا الحصى بالكلى تقدر تسبب فشل في الكلوي. فشل كلوي، ولكن نقدر نقول باللي تقدر تسبب، ولكن نقدر نقول باللي هما امراض مختلفه جدا. ماشي مختلفه جدا، كاين بعض الاحيان هناك رابط ما بيناتهم، وانما الحصى الكلويه اللي عندنا شائعه ماهيش هي اللي تقدر تسبب في بعض الاحيان فشل كلوي، قصور كلوي حاد مزمن، ولكن ماشي دائما. ما تدخلش ضمن حاله مرض الكلى. مرض الكلى يعني في ذاته ماهيش، كاين رابط بسيط. طيب واش نقصدوا بمرض الكلى؟ نعم ماهي الامراض بمرض الكلى؟ مرض الكلى هو اللي يقدر يكون فقدان البروتين في البول، يقدر يكون فقدان الكريات الدمويه الحمراء في البول، يقدر يكون ارتفاع ضغط الدموي، يقدر يكون يعني الكليه تفشل عن تصفيه الدم، يعني ارتفاع هذيك الفضلات كامله تكون تتراكم في دم الانسان وبالتالي تؤدي الى اعراض جد وخيمه. التحسيس والتوعيه شكون هو المستهدف؟ الاشخاص المرضى ولا حتى الاشخاص السليمين؟ ربما باش يتجنبوا الوقوع في حالات مرضيه. هي الاحسن سي الجميع. دونك اللي مريض واللي ماشي مريض. الكامل نكتشف نسيو نديروا استكشافات، هي بسيطه، اخذ الضغط الشرياني، تحليل سكر الدم، هذه اشياء بسيطه والجميع يقدروا يواسيوها. ولقيتوا حالات؟ اليوم راح ننطلقوا في هذا اليوم. نحكيو على 2016. في 2016 كانت غير، كانت مش اخذ عينات يعني في كل مره تغيروا. كانت اكثر تقديم نصائح، لازم الماء هو احسن غذاء لجسم الانسان، لازم الابتعاد عن كل ما هو ملح خاصه الملح اللي نوضعه فوق الطاوله، الابتعاد عن ما كل هو سكر باسكو هادو هما السموم اللي تقدم الفشل الكلوي، الابتعاد عن اخذ الادويه بدون رقابه طبيه، هذا هي اول سبب اللي يقدر يؤدي الانسان الى التهلكه. يعني تناول لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان والباراسيتامول بنسبه قليله يعني بدون رقابه طبيه وعشوائيا يقدر يؤدي المستهلك الى عواقب وخيمه جدا. طيب الدكتور قلت لي انه مرض صامت، لكن هل فيه بعض الاعراض اللي قد تنبه انه فيه مرض في الكلى؟ كاين هذه الاعراض ولكن للاسف تجي في اخر المطاف. يعني ملي بدات يعني خلاص الفشل، الاصفرار، القيء، الالم موضعي عند الكلى ماهيش كثيره جدا. يعني غير نديروا تحاليل لهذا المريض والاخر، في اغلب الحالات نوجدوا باللي رانا في مرحله متاخره من المرض، يعني يبقى له برك تصفيه، وفي هذا الموقف بالذات الانسان ماهوش راح يتقبل هاد الوضعيه بطريقه سهله، يعني راح يكون صدمه نفسيه قويه. كيف تقيمون ربما المستوى العلاجي في الجزائر فيما يخص العنايه ورعايه الاشخاص المرضى بالكلى؟ ناجحين الاطباء الجزائريين؟ المستشفيات نتاعنا راهي متكفله تكفل تام بكل هذا المرضى؟ احنا نحاولوا على اقدر ممكن نتكفلوا بالحالات اللي تجي على اقدر ممكن بالوسائل اللي عندنا. كاين الجمعيه الوطنيه لامراض الكلى
وتصفية الدم وزرع الكلى. دائما كل عام نقوم بمؤتمرات وطنية وين نستدعيو بعض الخبراء الدوليين فوالا باش نقدروا نحسنوا من طريقة العلاج تاعنا، نحسنوا من واش نقدموا للمريض. دونك دائما لازم الصحة راهي في اجتهاد، وهذا واش العلاج اللي موجود في الجزائر نقدروا نقولوا هو نفس العلاج لأمراض الكلى اللي يكون في الخارج؟ نقدر نقولوا 100% هو نفس العلاج اللي متوفر في الخارج، وانما كاين بعض الاختلافات الوسائل والوسائل اللي بينات كل بلاد وبلاد. كل بلاد واش تقدر تقدم عندها زياده؟ احنا واش عندنا زياده الجزائر؟ نعم الجزائر واش عندها زياده عن باقي الدول؟ زياده فيما يخص امراض الكلى ما عندناش زياده، وانما عندنا واش نقدروا نديروا. وزير الصحه في هذا الاسبوع كان عنده تصريح يعني صنع جدل، وين قال بلي ما تسناوش انه مستشفياتنا تكون كما مستشفيات الدنمارك. احنا ماناش نتاملوا مادا بينا مستشفياتنا يكون كما مستشفيات الدنمارك، لكن على الاقل انه تتصحح شويه المنظومه الصحيه في الجزائر، خاصه انه مرض الكلى مرض صعيب. شحال من مره يديروا غسيل؟ يعني كاين ثلاث طرق لعلاج امراض الكلى، الفشل الكلوي الحاد. كاين ثلاث طرق، كاين الحاجه الاولى اللي هي عن طريق الاله اللي هو معروف عند كامل الناس ويعرفوه، ثلاث خطرات ثلاث مرات في الاسبوع الى باقي دونك مدى الحياه. كاين طريقه ثانيه اللي هي لا دياليز بيريتونيال اللي اسمها دياليز بيريتونيال، دونك هي تصفيه عن طريق البطن وين تندار في المنزل، وانجع علاج هو زرع كلى. دونك لازم يكون كاين متطوع بالكلية تاعو من العائلة العائلة ولا واش انا نسيو، واش قلت لك الصحة تاعنا دائما نسيو ونجتهدوا ونحسنوا، اللي هي دونك التبرع عن طريق الميت. دونك هذا الشيء مازال ماهوش غيالمون يعني بجد راهو في الجزائر، مي رانا نسيو كامل الاطباء الكلى سواء بروفيسورات ولا اي واحد، رانا نعملوا جاهدا على هذا لانجاح هذا. وكاين عمليات ناجحه عفوا لازم تكون ايضا اشراك لوزاره الشؤون الدينيه طبعاً. في الجزائر وقانون هذا الامور ايضا كلش مام وزارة العدل كلش هي يعني هو شيء شوية لازم يكون فيه شركاء حساس. شكون شركاءكم انتوما؟ شكون شركاء؟ لازم يكون المواطن أول شيء مقتنع بالفكرة. صحيح دكتور، شكون شركاء الجمعية الوطنية لنادي شباب أطباء الكلى الجزائريين اللي تعتمدوا عليها في كل ربما الأنشطة اللي تقوموا بها؟ دونك هي نعتمدوا على أنفسنا أولا وقبل كل شيء وأحسن شيء وأحسن شيء، وإنما في بعض الأحيان نقدروا نتعاونوا مع الجمعية الوطنية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى اللي هي الجمعية الأم في الجزائر. مؤخرا قمنا بقافلة تحسيسية إلى ولاية بشار، كان فيها ثلاثة لي بروفيسور معاهم أطباء مختصين، مع الأطباء المختصين في ولاية بشار قاموا بحملة ثانية في احياء لهذا اليوم العالمي للكلى. واليوم راح ينطلق القافله راح تنطلق؟ لا القافله انطلقت، كانت اليوم كاينه قافله قلت لك كاين في بشار، كاين حاجه واحده اخرى. انت وين راح تكون متواجد بعد ما تغادر؟ في البريد المركزي ان شاء الله مع الدكتور بن غانم الدكتور صبري والدكتور بن دريس. اذا كل الاشخاص اللي مشاهدوا فينا وهمهم الامر يروحوا لمركز البريد بالجزائر العاصمه ولا حتى باقي الولايات اللي ذكرها الدكتور الحاضر معنا علالي رمضان طبيب مختص في امراض الكلى ممثلا عن الجمعيه الوطنيه لنادي شباب اطباء الكلى الجزائريين، تكونوا حاضرين باش تقربوا اكثر وتديوا بعض التوصيات والنصائح فيما يخص مرض الكلى. نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا المسلمين بالمستشفيات. الدعوه مفتوحه للجميع. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا على حسن الاستضافه. الله يخليك شكرا. مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا، عندنا فاصل غنائي ونكملوا في استقبال الضيوف قمعان. جام ونزيد لك جادور انا نقولها ليلى ونزيد نبارطاجي بس ماشي لطفي لنا للمشاهدين الكرام. اذا انا عاودنا ولينا ليلى في المطبخ. ليلى راكي خلاص قريب تكملي الغولي. مازال شوفي الحلوى تاعنا اللي طابت. انا دي حبه ديجا فوالا. اليوم معنا حسام شادلان. حسام عيط كسرت ليها ها شفتها علاش كسرت؟ متذكره متذكره ضربوني بعين. لا طريه طريه وسخونه بزاف تبرد وانا مصبح وانا نديرها داخل
قلعش سلمنا يعني درت ديك اخوان. صحتك الله يسلمك. اذا هذه هي الحلوه تاعنا تتعسل مليح، تقعد في العسيله هذيك حتى تبرد، تتعسل بهذه الطريقه يعني ما تلفدوش بالحبه وتعسلوا باسكو طريه وتتكسر. خلوها في البلاطو شربوها مليح بالعسيله حتى تبرد، رفدوها ورشوا لها لافوانت تاعها بالمكسرات. هي تقول لك كوليني، تقول لك كوليني. ليا تقول لي ليا تخاطيك. اذا ليلى بالنسبه للغولي، لو غولي حليت هذاك الدجاج، بعد اللي زدت له البصل غابي، زدت له لا موتار، زدت له الثوم، درت له لي زيبيس يعني كان بيان ايبيسي، الملح، فلفل كحل، سكنجبير، الكركم، درت له حتى جوز الطيب. حكي يعني لك صحه ايمان، هذه اللي راح نرافقوا بها لو غولي. اوكي. ويعطيها صحه نعيمه. دونك ايبيسيناه مليح، درت له مغرفه تاع لا كرام فخاش، كي قلت لكم تقدروا اللي ما عندهاش كرام فخاش دير زبده ولا دير ياغورت ناتور ولا دير شويه زيت، المهم باسكو الصدر تاع الدجاج ناشف. حليته بيان سور مع عدنوس، درت له الحبات تاع البيض، يعني نقدروا نديروا البيض كما بيان سور. جاوك خمس حبات هكذا؟ خمس حبات وناقص، يعني حتى لو كان زدت حبه راح تكون احسن. قلت باش يكون طبق كامل متكامل حبيت ندير له شويه جلبانه وكذلك شويه نتاع زروديه. والبابي دهنته بالزبده؟ وي دهنته. يعطيك الصحه ايمان، كي نبهتيني هكذا ما يسقلهمش. انا دائما نقول لهم ما ديروش لا مال في هاد لي بابي كويسون، كاين وين تكون النوعيه مليحه كيما كاين وين تكون نوعيه يعني عيانه ويسقلهم. فوالا درت شويه زروديه ودرت شويه تاع الجلبانه ونروليه، نغلق عليه مليح في البابي وندخله يطيب على 180 تقريبا نص ساعه. فوق شويه ما باش ما يتحرقليش. قلت نقدروا نقدموه مع فوق شويه ما ناخذوا ان بتي مول سنيوه صغيره نديروا فيها شويه ما ونحطه هكذا كيما راهو مرولي. اوكي راح نروليه. شوفي لا جو دير بالبابي هذا، انا عملت بالبابي الومنيوم وقعدت لنا المقبله اللي ما مديناش المقادير تاعها. مدوا المقادير، مدوا المقادير. اذا كانت لا باتا شو سالي اللي كانت طلبتها مشاهده، ونقولها ان شاء الله راكي في المتابعه. باش نحضروا لا باتا شو سالي راح نحتاجوا 250 غرام من الماء. 250 غرام ماء تساوي 250 مليلتر تاع الماء. يعني دائما رانا نعاودوا، تاخذي الا عندك هذا الفيغ ا ميزور تكيلي به، الا ما عندكش راح تاخذي الكاس تاع الكازوز عادي تعمري واحد وتزيدي الربع تاعو، يعني كاس وربع تاع الماء. نحطوا هذاك الكاس وربع تاع الماء في كاسرونه ونزيدوا عليها بين 80 غرام حتى 100 غرام تاع مارغارين. بين 80 100 غرام مارغارين في الكاسرونه مع رشه تاع الملح ورشه تاع السكر. نحركوا هاد المقادير جست تغلي، نرميو عليها 150 غرام تاع الفارينه، نرجعوها فوق النار ونحركوا نحركوا على نار قليله حتى تتنصل العجينه من الاطراف. يعني كي نهزوا الكاسرونه نتحصلوا على كره. نحيوها نحطوها في ان بول ولا ريسيبيون كبير ونبداو نضيفوا عليه البيض بالوحده اللي هما ربع حبات. نضيفوا بالحبه ونحركوا بالحبه سواء باليد سواء بالباتيغ، يعني ما عندناش مشكل. حتى تتشرب نحطوها في بوشادول ونشكلوا سواء اصابع يكونوا طوال سواء كويرات. دخلوهم يطيبوا، تقدري ترشيهم شويه فرماج غافي وندخلوهم يطيبوا. كي يطيبوا ما تحلوش عليهم الفوق. لازم يكون الفوق سخون وما تحليش عليها الفوق حتى تشمي الريحه وتشوفيها من الباب تحمرت. خرجيها خليها تبرد. وانا اليوم لافارس راح نديرها بكرام وفرماج. راح يكون عندي نصري ثلاثه الحليب، زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا، وراح تكون عندي كذلك قطعه تاع لو فرماج. بيان سور دائما نقول لهم لا كونتيتي هنا تولي ليهم حسب الرغبه. ملح، فلفل كحل، جوز الطيب. كي توجد لا كريم تاعي راح نرمي عليها مغرفه كبيره تاع مارغارين وراح نرمي عليها علبه تاع طون. طون الويل. فوالا نخلط كلش توجور في بوشادوي. نفتح لي زيكلاغ تاعي صالي، لي زيكلاغ ولا لي شو، باسكو كي يكونوا مدورين واسمهم لي شو، كي يكونوا طوال واسمهم لي زيكلاغ. نفتحوا لي زيكلاغ صالي ولا لي شو صالي ونعمروا هذيك الكريمه الداخل، ومن بعد هي سخونه يعني قبل ما نديروا لا فارس راح ناخذوا الفرماج تاع الساندويتش نقسموه على اثنين ونحطوه على الوجه، يعني راح الله الله راح ياخذ ما يطولوش باش يطيبوا. نو ما يطولوش. اي مزيه رجعنا. يعطيك الصحه ليلى، اكيد الخطوات راح يرافقكم بها ويتبعها مخرجنا حمزه من الجناديم، وانا راح نتابع ايضا وانتم ايضا مشاهدين ندعوكم انكم تتبعوا الفقره الثقافيه مع زميلنا محمد موفق ولطفي. شكرا لك ايمان، نشكر الشيف ليلى، اكيد راح تشوفوا كل الخطوات الخاصه بتحضير كل الاطباق بمرافقه من مخرجنا محمد لمين جنادي، واللي راح يرافقنا ايضا ويرافق كل جمهورنا من خلال محطتنا المواليه هي الفقره الثقافيه والفنيه. سنصعد واياكم
خبريات متفرقة حول العالم وحتى محليا في الثقافة وفي الفن أيضا مع زميلنا محمد موفق. أهلا محمد. لطفي أهلا وسهلا. لاباس مرتاح؟ الحمد لله. الحمد لله. إذا اليوم فقرتنا لطفي كلها راح تكون عبارة عن حصريات تتعلق بفنانين الجزائريين، وكما قلت نديروا جولة عربية وعالمية، والبداية راح تكون مع الفنانة والممثلة منال غربي. نتعرفوا عليها، نتعرفوا على جديدها وراجعين مشاهدينا. مساء الخير منال، واش راكي؟ مساء النور، الحمد لله وانت بخير. منال كي نشوفوا الاطلاله ديالك دائما تكون مميزه وتروجي للزي الجزائري التقليدي، هذا شيء نحتاجوه، كيف جاتك الفكره؟ يعني هي ماشي فكره، يعني قلت في يوم من الايام نط وقلت انه لازم نروج اللباس التقليدي، يعني اللباس التقليدي دائما نقولها هو جزء هام من الثقافه الجزائريه وهو جزء لا يتجزا من تقاليدنا كذلك، والشيء الجميل في الجزائر ودائما نقولها القارة الثقافية هي أنه من كل منطقة من منطقة إلى أخرى تتغير بطريقة يعني بمئة بالمئة التقاليد واللباس والأكل والموسيقى. وعلاش نلبس اللباس التقليدي؟ بحيث أني يعني نقدم حصص موسيقية والآن حصص ثقافية، وطبعا لأنه نغني موسيقى جزائرية وتقليدية، وأنا نحب بزاف الثقافة الجزائرية. في حياتك اليومية واش تفضلي تلبسي؟ طبعا الجين. لكن لا يعني منذ لا سيفغي نفضل اني نكون سبور، يعني ما نكذبش عليك، لكن طبعا بحيث انه نشتغل الاسبوع منصب اداري دونك نكون اون كلاسيك، لكن بون ما نقدرش نخرجوا كذلك بكراك وبرا. منال نعرفوا انه الفنان شخص يمر بمراحل ما يكونش مليح، كي ما تكونش مليحه منال واش تسمع في تليفونها؟ واش نسمع؟ بس كان ما نسمعش الموسيقى كي ما نكونش مليحة، لا أنا نسمع الموسيقى يوميا دائما كل يوم تلتعف في السيارة كي نكون في البيت، سواء نغني ولا ما نغنيش الموسيقى أنا دائما، دونك أنا الموسيقى يعني ما نيبا سينونيم دي تادام ولا يعني كيفاش نكون، لكن نقدر نقول كي ما نكونش مليحة واش نقدر نواسي، كي ما نكونش مليحة جيكري نكتب كلمات بالعربية ولا بالفرنسية، نلعب على آلة البيانو لأنه هذا اللي يخلي يعني ننسى يعني كل الهموم اللي تقدر تكون، وطبعا ما نخليش روحي دائما كي ما نكونش مليحه اللي تصيبني نمشط جو ماكي، يعني باش نحاول ما ندخلش في هذاك الحزن لا تريستاس اتسيتيرا. فقط في الحياه هذه دي فوا نكونوا مضطرين ان نمدوا فرصه ثانيه، لما تمدي فرصه ثانيه؟ نمد فرصة ثانية لكل النفوس الطيبة والأرواح الجميلة ليوم من الأيام خلطت. بوكوا جو دي سا؟ لأنه الإنسان كي قلبه ما يكونش مليح يغلط ما تقدر تسامحه، لكن يعني كل واحد فينا يقدر يخطأ. ما يعني سا في بارتي دو لا في. أظن أنه الفرصة الثانية نقدر نعطوها دائما للأشخاص اللي قلبهم يعني ألزوان بون فو، طبعا للناس اللي نحبوهم. أثرتي شوية بحكاية الكورونا؟ با بلوس كو سا، لأنه بحيث أنه نشتغل في شركة أدوية ويعني جو سوي فارماسيان على باز، يعني الكورونا شي هاد لو فيروس كي كومبليكي سي كون نو بو با لو كونتونيغ، يعني ما نقدروش نحكمو سي لا بروباغاسيون، لكن باش نقولوا أنه من لي فيروس لي بلو غودوتي أكتوالمون نو، يعني كاين أكثر موتى بلا غريب كو بالكورونا. أبخي أنا من الناس اللي نقول كي يجي وقتك يجي وقتك، يعني كما يقول لك كل مرض لي زاكسيدون كامل هذه سبه فقط. صح، تحيه كبيره للفنانه، حبيتها وحبيت وعيها وقراءتها لهذا الموضوع. صح. الكورونا اللي صار فيه ربما ضخمته كثير من وسائل الاعلام. صح. والسياسه ربما هي اللي تتحكم في هذا الوباء اكثر منه حاله مرضيه. يعطيك الصحه لطفي، نزيدوا نتواصلوا دائما في اخبارنا وحصرياتنا ونروحوا دي جي راندا. لطفي كي نقولوا ان دي جي هو اللي كري الموسيقى نورمالمون، ماشي باسكو لا فورماسيون تاع الدي جي قادر انا ولا انت ولا نروح نديروا فورماسيون نتعلموها في نهار ولا يومين، بصح باش نقولوا ان دي جي كاليفي لازم يكون يدير يكري لا ميوزيك. نروحوا نشوفوا دي جي راندا لموسيقته وبالخصوص المقصو تاع وهران لطفي اللي راهو الحق للعالميه وحتى المراتب الاولى، راح نتعرفوا عليه في هاد التصريحات وراجعين مشاهدينا. خير دي جي راندال، واش راك؟ صافا صاحبي بيان الحمد لله. راندال ما نقدرش نتلاقى بك بلا ما نسقسيك على وهران وين راهي لاحقه، باسكو كانت هي لو سيكسي تاع دي جي راندال. راهي في الغرب، راهي توجور في الغرب. راهي لاحقه 7 مليون في يوتيوب، 1 مليون سبوتيفاي، 1 مليون ساوند كلاود، 1 مليون ثاني ريسامون في ابل ميوزيك.
وشويه صرف. كاين شويه صرف مليحه هذه تاع شويه صرف. راندال على بالنا شفنا ديرنييرمون ان كلاسمون وين كنت كلاسيت لو دوزيام، احكي لنا على هذا الكلاسمون واش يعني لك سيرتو انترناسيونال. ريسامون كلاس دوزيام في الهند وهرا صافي ديال الهنوده ما يسمعوني اكثر من ليزالجيريا باسكو هنايا جامي وصلت هذا الكلاسمون، وصلت ماكسيموم 24 في توب 100. دونك الهنوده يبغوني اكثر من ليزالجيريا. كي نقولوا ان دي جي سي نورمالمون سي ان كرياتور دو ميوزيك، هو اللي كري لي ميوزيك اي تو، احنا هذه ما نشوفوهاش في الجزائر. دوماج سي دوماج والله، ماذا بينا كاع الناس كون تخدم موسيقى وكاع تكري وكاع يحوس يكونوا دي جي، دي جي نيمبورت كي ينجم يكون دي جي. ما تريا معايا دو جور في ستوديو تولي دي جي تاك فاهم، دونك ما يبغوش يكريو فاهم. وكاين اللي يكري يمشي باين، كيما انا ماشي مكتش باين حتى بنت، دونك كاين بزاف لي طالون كاشي. اسكو كاين ان سكسي جديد ان شاء الله راح نشوفه؟ سكسي امبوسيبل تعرف فهمي، كاين دي تيتخ جدد، كاين بزاف كاين بزاف. نورمالمون لو ميكس تاعي تاع انس مع ناصي، وموراها كاين سيبري شابا حاجه اوريجينال ما نقولكش ما نقولكش. نشوفوا بزاف لي فيتورينغ تاع لي دي جي مع لي شونتور، اسكو كاين ان بروجي مع كاشان شونتور؟ بور لانستون لا، جو بريفير نخدم وحدي، مازال ما نوصل مازال ما نكمل لي بروجي تاعي تاع وحدي باش نكولابوري راك فاهم. دونك غادي يكون نزيد نكولابوري غادي نحصل، سينو كاين كولابوراسيون تاعي مع مراد اوديا وداد بوس ويوسف جي دي ار موسو قريب يخرج. عندنا بزاف تاع لي دي جي هنايا في سيغ الجي ولا في وهران، المهم في الجزائر، شكون هما لي دي جي اللي تشوفهم بيان وتقول لهم افونسي وزيدوا كملوا راكم؟ كاين 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 12 صاحبي وفان تاعه، بروديكتور دو ميوزيك ودي جي، كاين زافري ستايلر هاني، هادو زعما اللي دي بروديكتور عندهم بوتونسيال، وكاين واحد يمشي باينين ثاني. كاين نورمالمون كاين، هذا اللي نعرفهم انا. يعطيك الصحة راندال، ميرسي بوكو. صاحبي ميرسي بوكو. إذا كان هذا دي جي راندال الجزائري اللي كان شرف الجزائر، والمرسو تاعو وهران كلاسا لو دوزيام في الهند وفي العالم، وكذلك شفنا عاود بزاف أغاني مثل أغنية ياسمين بالقاسم والعديد من الآخر. نبقاو دائما مع ياسمين بالقاسم ونروحوا إلى فيديو كليب خلاص هذا الفيديو فيه. نروحوا إلى حصرية أخرى ونروحوا إلى ميس ملكة جمال جزائر العرب اللي كانت رومبلاسات سمارة. شفنا انتقادات كبيرة لطفي، هي وضحت لنا الفكرة وكيفاش تم اختيارها حتى تكمل هذه المسيرة. نروحوا نتعرفوا عليها. فريال حمانة واش راكي؟ لاباس الحمد لله. فريال انا واحدة من الناس اللي نحبهم باسكو انت من الناس اللي ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدرتي تعطي صورة عن ملكة جمال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، شفناك زرتي العديد من المواقع الجزائرية، روجتي للثقافة، وهذه قلتها لك انا في لو ستاج ولات شفاك. وي وي يعني شافيا باسكو كوم تا كنت تعرفني في لي ريزو سوسيو كان على بالك بلي كنت نخرج كنت نروج للثقافة والسياحة في الجزائر، دونك هذا المشروع هو اللي كملت فيه كي كنت الوصفة الأولى. وهذا العام كي زادوا لي اللقب تاع ملكة جمال الجزائر العرب 2019 مع انه رانا في 2020، لكن باش برك نعطي توضيح صغير للناس اللي راهي تنتقد اللقب كي تنحى من الملكة بصفة تلقائية يولي الوصفة الأولى، الوصفة الأولى ما عندها حتى دخل. كي عطوني هذا اللقب قالوا لي كاين بزاف قالوا لي واش حديري به؟ راح نكمل في المشروع تاعي اللي بديت فيه، لانه السياحه في الجزائر لازم نعوام وعوام باش نكملوها وباش نعاودوا نشطوها، دونك انا راح نكمل في المشروع اللي كنت نخدم فيه عام كامل، وان شاء الله هذا العام اكثر واكثر نزيدوا ندخلوا مناطق داخليه اكثر في الجزائر. نشوفوا انه فكره الحجاب مازال نقدر نقولوا مازال لها عائق بالنسبه لملكات جمال الجزائر بالخصوص في العالم العربي. اليوم انت كملكه جمال العرب الجزائر 2019 محجبه، وشنو هو التحدي الثاني اللي حتاخذيه؟ انا قبل ما ندخل لهذا المجال كامل كنت دائما ندعم فكره انه الفتاه اللي تكون دايره خمار ولا حجاب ماشي عائق باش تدخل لشتى المجالات. كي دخلت لهذا المجال زدت كملت في هاد الفكره، وهذا العام ان شاء الله راح نزيد نكمل فيها، لانه كاين بزاف الحمد لله تلقيت بزاف صدى مليح من هذا الجانب، لانه الناس اللي تبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على بالهم بلي راني نمد فكره حسنه وراني ندعم في الفتاه المحجبه حتى
غير محجبه، لانه يعني المراه بصفه عامه تقدر دير بزاف حاجات برك تكون عندها مبادئها واحترامها وقدرها وبلاصتها. هذا مكان دونك هذا العام هذا اللقب نقدر نقول انه ماشي هو اللي راح يصنعني، لكن انا اللي ديتو بالصوره تاعي اللي مديتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للناس من العام الماضي. فريال كي نقولوا ملكه جمال في اي مجال نقولوا، لانه رانا نشوفوا اليوم تنوع في ملكات الجمال وفي لي تيتخ، نشوفوا انه معظمهم يتعرضوا لحمل شرسه من التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش راكي تتعاملي مع هذا الشيء؟ باش نوضح لك حاجه برك، حنا كعرب وكجزائريين خاصه عندنا كلمه ملكه جمال نعتبروها انها جميله وبزاف بزاف يعني وحده متنافسه، لكن هما ما بالهمش بلي كاين مقاييس ومعايير اللي يتاخذوا بها هاد الفتاه ولا هاد الملكه اللي يخيروها. انا الحمد لله كانوا انا شوف الدعم تاعي الاكبر المتابعين تاعي على مواقع التواصل الاجتماعي، لانهم يعرفوني من الاول من البدايه، يعرفوني كيفاش نسير كيفاش دايره، دونك على بالهم بلي ما جيتش ننافس من الجهه تاع الجمال، جيت نفس من الجهه تاع الشخصيه ومنها شويه جمال يعني، رانا كامل جزائريات. الله يبارك. الله يبارك عليك فريال، نقول لك يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. يعيشك تعيش، ميرسي. فريال حبيتها، فريال اطلالتها متميزه، حبيت فيها الاسترسال في الكلام، صح. ثقافتها ايضا شيء اللي ميزها لطفي اكثر شيء فريال حمانه ثقافتها، وانسانه اختارت نقدروا نقولوا ان كرينو اللي هو السياحه وتروج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو الشيء اللي لازم يخدموا عليه ملكات جمال وبالخصوص هنا في الجزائر. نتمنى لها كل التوفيق. اكيد نروحوا الى اخر محطه ثقافيه، وراح يكون موعد ثقافي لطفي لكل محبي الفكاهه، راح يكونوا على موعد مع ليموريست امين نرادي لطفي بالاوبرا يوم 19 مارس، كامل اللي يحبوا هذا الفنان اللي عنده زياراتهم راهي متكرره هنا للجزائر اكيد يروح يشوفوا هذا العرض المميز. شكرا لك. شكرا لك محمد. شكراً. على كل هذه المحطات اللي خليتنا نزورها مع بعض، واياكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا حبيتوا فقرتنا الثقافيه الفنيه اللي كانت متميزه. محطتنا المواليه راح تحبوها اكثر، لانه البلد الحبيب اللي راح نتحدثوا عنه اللي تساندوا الجزائر قضيه شعبا سياسه، الجزائر دائما معروفه عليها منذ التاريخ انها مع فلسطين ظالمه او مظلومه. نعيش مع بعض محطه متميزه راح تكون بامضاء مميز من نساء فلسطينيات راح يكونوا حاضرات اكيد يوم السبت المقبل ان شاء الله يا رب، استمرارا بالاحتفال باليوم العالمي لعيد المراه. السفاره الفلسطينيه برئاسه السيده نسرين مقداد رئيس الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه بالجزائر حيكون في احتفاليه احتفالا بالمراه الفلسطينيه وتعبيرا عن رفضها لصفقه القرن. للحديث عن هذه التظاهره نسعد باستضافه السيده نسرين مقداد. صباح الخير، مرحبا بك. يسعد صباحكم. تشرفنا. اهلا بك، مرحبا بك وسهلا. انا متشرفه بوجودي في قناه الشروق وهذا شرف لي. شكرا لك. اشراقه لبرنامج الصباح اكيد تطلينا على كل جمهورنا الحبيب اللي يتابع قناتنا الشروق العامه من خلال برنامجنا الصباحي الخدماتي المباشر برنامج صباح الشروق. المرأة الفلسطينية حاضرة في عقولنا، حاضرة في قلوبنا، حاضرة في حياتنا من خلال ربما العلاقة التي تربط فلسطين دولة وشعبا بالجزائر أيضا. فعالية راح تخص بها المرأة الفلسطينية، لكن راح يكون فيه إشراك للبصمة الجزائرية، صح؟ هو شوف أنا عشان أقول لك إنه المرأة الفلسطينية لا تحتفل 8 مارس، هو انه القاء الضوء على قضيه في المراه الفلسطينيه بتواجدها في الشتات وفي الوطن، وهذه الاحتفاليه احنا نقول مهرجان ثقافي لابراز الهويه الفلسطينيه اينما وجدت الفلسطينيه تعمل على ذلك. فهذا المهرجان هو يمكن شيء جديد، توامه فلسطينيه جزائريه في عرض ازياء لباس تقليدي جزائري بتطريز فلسطيني. هذا هو، وهي كأنها بتحكي عن الثورة الجزائرية الفلسطينية. امتداد للتاريخ وامتداد للروح الوطنية، والفكرة هاي يعني تخلقت عبر التواصل الاجتماعي. المصممين الاثنين بعرفوش بعض شخصيا، مجرد انه تداول. يوجد الاخت خديجة بالنسيان في من المدية،
والأخ يوسف عليه في نابلس مصمم أزياء. فهذا الترابط الروحي الثقافي عمل احنا بنقول انه لوحة فنية تعبر عن ترابط الشعوب في بعض. جميل. حتى انه صعب انه سفر من وإلى، ولكن العقول والقلوب تسافر وتعمل المجد. يعني تم تصميم هذه الأزياء اللي راح تكون لكن كانت عن بعد خديجة فعلا، وتصميم وتعليمات من المصمم الفلسطيني الأخ يوسف وتعليمات منه، وعلمها التطريز عبر يوتيوب. وتعلمت التطريز وتعلمت وأبدعت ما شاء الله، وأدمجت الرمز الكوفي في التصاميم. يعني تصور أنها بتحكي عن قضية عبر هذا اللباس، أنك أنت تمشي فيه تكون هويتك وهوية مزدوجة وتوأم. شيء جميل. وهذا ترجم الحب الحقيقي اللي موجود بين الشعب الجزائري والفلسطيني. يعني من عالم افتراضي خرجوا للواقع من خلال هذا اللباس التقليدي اللي يجمع ويوحد الأفكار بين مصممة جزائرية ومصمم فلسطيني. وبلمسة عصرية لكي لا تندثر هذه التصميمات أو التطريز. إنه البنات والصبايا كل يلبس. يعني عارف كأنه إحنا بنقول توصيل للأجيال. لدرجة إنه في حرب من الصهاينة والاحتلال، إنه ترجموا هذا العمل التطريز الفن الفلكلور الفلسطيني إنه أصله يعني أصله صهيوني. بس إحنا دائما وجود المرأة الفلسطينية يعني حبوا ينسبوه لهم. بالضبط. بس هذا تاريخنا هويتنا حافظوا عليه. نحافظوا عليه، وكل ما يعني كل ما عادت الاجيال نحافظ عليه اكثر واكثر ونتمسك فيه اكثر. شيء جميل انه المراه الجزائريه تساهم في هذا الشيء ايضا. بالضبط. والحرب اللي على المراه الفلسطينيه والعربيه من كل الاتجاهات لطمس الهويه العربيه الاسلاميه. ونحن نرفض ذلك. وهذا المهرجان هو عنوانه لا لصفقة القرن. أين وجدت المرأة الفلسطينية؟ فتوجد الهوية الفلسطينية واللاجئة لها الحق العودة. طبعاً. هذه صفقة القرن تلغي هويتي، تلغي رجوعي، تلغي كيان بلدي. أنت يعني تصور العقل، أنا لا أتصور لأنه غير مؤمنة إنه أنا مش حرجع بلدي. أنا ما رجعتش ابني، الأجيال حترجع. هل عندك ما زرتيش فلسطين؟ أنا من 2000. من 2000 ما زرتيش فلسطين؟ يعني 20 سنة هكذا؟ تقريبا. وكيفاش يتم التواصل مع الأهل؟ أهلي الله يكثر خير السوشيال ميديا. أنت من وين من فلسطين تحديدا؟ إحنا مهاجرين، أنا بابا من حمامة وماما من يافا ومهاجرين غزة. يعني أهلي في غزة كلهم. كلهم في غزة. في غزة. إخوتي هين، إخوتي موجودين. فرصة أنهم يشاهدوك أكيد من خلال عندنا بزاف مشاهدين من غزة الحبيبة يتابعوا برنامجنا الصباحي ويتواصلوا معنا كثير من خلال صفحتنا. أنا حضوري هين يمكن أعبر عن رأي المرأة الفلسطينية اللي برا اللي في الشتات، إنها هي يمكن محتاجة أكثر. لأنها تحتضن تاريخ فلسطين، لحضارة فلسطين، إنها نعيش وجدان فلسطين. حتى إنه إحنا فينا، أنا بقدر أدخل عندي هوية، في ناس تقدرش تدخل، بس أنا حاب إنهم يعيشوا فلسطينيتهم أينما وجدوا. طول ما إحنا موجودين وبنحكي عن فلسطين يبقى فلسطين موجودة. مهما يكون ترامب وغيره وغيره مش هيقدر، لأنه إحنا تخلقنا على فلسطين والقدس لنا وسنذهب ونصلي سويا. طبعاً الشتات طبعاً عبر طبعاً كل ربوع العالم. صح؟ صحيح. الفلسطينيين متواجدين في كل ربوع العالم وكثير من الدول اللي فيها سفارات أكيد فيه تواصل طبعاً معهم. فيه. أنت هنا بالجزائر بسفارة فلسطين بالجزائر تتواصلي مع باقي الدول وباقي الفلسطينيين؟ لا عفوا، احنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية احنا منظمة شعبية تحت إطار منظمة التحرير. السفارة الفلسطينية، وبشكر شكر خاص لسعادة السفير أمين مقبول ومساندته للمرأة وتحفيزنا للعمل،
هو كحماية لنا غطاء لنا أنه نقدر نشتغل وبيعطينا مقر السفارة للعمل. وفي تواصل لأنه إحنا عندنا الأمان العام اللي متمثلة في الأخت أم جهاد الوزير في رام الله، وعندنا فروع بالعالم في سوريا ولبنان وتونس والمغرب اللي يحترموا القضية الفلسطينية فتحوا لنا فرع. أوكي. واللي خايف فتحوا كجمعيات خيرية للفلكلور الفلسطيني. وحبوا فكرة التواصل، حبوا فكرة المزج بين اللباس التقليدي الجزائري وبين الفلسطيني. هذا الثقافة لأنه حتصير غيرة، إنه الجزائر عملت حتلاقي تونس والمغرب ومصر فحتصير توأمة عربية. هذا مش إله لفلسطين فقط، إنه أنت بتعمل تراث ثقافة عالمية عربية. صحيح. وهاي هي الوحدة. أنا مش بقول وحدة الحكومات أو وحدة الشعوب. شعوب. صحيح. هي أقوى. هي الأهم. أقوى. يعني أنا بقولهم هي القوة الجبارة. صح. اللي بتصنع الحدث. صحيح. الشعب هو اللي بيأثر. مش اللي فوق بيأثروا على الشعب. صحيح. صح صح. هذه. خلينا نفوت في التفاصيل. جوستومون في التفاصيل. في التفاصيل. حابة نعرف إذا كانت أول طبعة هذه ولا يعني في كل. الثانية. البازار الفلسطيني الجزائري بما إنه إحنا موجودين للجزائر. وبس الحدث هو الأول إنه في عرض أزياء هذا اللي حكينا عنه. وبشكر كل الأخوات الجزائريات اللي بيشاركونا اللي هم بيشتغلوا في الإيد. يعني الطبعة الأولى هم من اتصلوا قالوا لنا يعني هل يوجد من طبعة أخرى. يعني دايما هي سباقة لفعل الخير، هي سباقة لتواجدها مساندة المرأة الفلسطينية. وهذا اللي بيسعدني، وأنا دايما بقول إلي الحظ أني موجودة على الجزائر عشان أعبر وأعيش لقضية الفلسطينية وأنشرها بين الناس. أكيد أنه الجزائر بلدك اللي يحتضن كل الفلسطينيين وتحتضن القضية الفلسطينية أينما وجد. صح. الفلسطيني الجزائر تمد له دائما أواصر المحبة والأخوة. صحيح. أينما كان أكيد أنه راح يكون في حضور قوي يوم السبت. صح؟ صحيح طبعا. وجهتوا دعوات لأشخاص معينين؟ هي دعوة عامة، وجهنا دعوات اللي يعني خاصة للسلك الدبلوماسي وسيدات المجتمع الجزائري. وأنا من الشروق بقول لكل الجزائر أهلا وسهلا في بيتكم الثاني اللي هي سفارة فلسطين. إذا الحدث راح يكون بسفارة بمقر سفارة فلسطين. والحدث حيبدأ يوم الساعة 11 صباحا، وفي برنامج في بازار منتجات فلسطينية جزائرية، وفي هذا الحدث اللي هو عرض أزياء فلسطيني جزائري. كونك سيدة نسرين مقداد رئيس اتحاد عام للمرأة الفلسطينية الجزائر. نعم. وش أبرز المناطق الجزائرية اللي زرتيها والولايات اللي زرتيها؟ زرت وهران، مغنية. بأساس أختي ساكنة في مغنية، وتلمسان. إيه. وين كمان؟ البليدة كمان. يعني الجنوب. ما رحتيش الجنوب الجزائري؟ لا، نفسي اروح. الجنوب يحبوا كثير ايضا الشعب نفسي الفلسطيني. اروح حاليا في دعوه بس بفكر اني اروح. اي ولايه سمعتي عليها كثير وكحبه تزوريها؟ شو قوك تغيط تغيط صح منطقه. خلاص وليتي جزائريه سيده نسرين، اقلمتي مع المجتمع الجزائري. لا احنا شوفي احنا ما بنذكرش خير البلد اللي ربتنا. احنا كبرنا هنا. مش خير والله، مش خير. انتم اخواننا، واجبنا هذا، واجب الجزائر. يعني كبرنا وتعرعنا ودمنا تخلط بين الدم الجزائري. يعني انا لما اكون برا احيانا بحكي عن الجزائر اكثر ما بحكي عن فلسطين. خلينا نديو اتصال هاتفي، ما خليوش المتصلات تنتظر اكثر. الو، صباح الخير. الو. الو، صباح النور اخت ايمان، واصبحتوا لاباس؟ الحمد لله. مش راسك لاباس؟ انا ولطفي، رانا هايلين، ومعنا السيده نسرين كيف كيف وشاف ليلى. لاباس. شوفي يا صاحبتي، واش راك اخ لطفي؟ لاباس، واش راكي؟ لاباس والله الحمد لله. مرتاحين؟ الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ ام فاطمه الزهراء من بوسعاده. إيه الله يبارك، بلاد سيدي نايل. تحية الناس، تحية ليك وفاطمة الزهراء وكامل ناس بوسعادة. صحيح، يربي يحفظك. مرحبا وسهلا. تبعتي برنامجنا من اللي بدا؟ نعم. أكيد تابعي برنامجنا منذ بدايته؟ دائما نتفرج فيه ودائما نسيي، لا حكم ما نحكمش. هاكي حكمتينا اليوم. صوتك اليوم محظوظين.
محظوظين بك اليوم، محظوظين بك. فهلا خصوصا في يوم عيد المرأة والبارح والبارح دايما حتى ال 11 20 نروح للمبلغ. احنا ما زلنا مكملين مع عيد المرأة. راهي حاضرة معنا السيدة نسرين مقداد رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالجزائر. حبيتي الحدث اللي راح نديروه، كاين ديفيل راح نديروه خاص بالمرأة الفلسطينية. هذيك ماشي مثلا نتبعها الحق تاع ربي ما. بصح فلسطين لو كان نقولوا لك فلسطين. فلسطين دولتنا واحبابنا ويا ربي ان شاء الله ينصرهم. ان شاء الله شفتي فلسطين دولتنا. صحيحتهم كامل اجمعين. صح يا دولة جزائرية. فلسطين هي دولة كل جزائرية. والله والله صح. صح. صحيح. كنا طرحنا سؤال قلنا للمشاهدين تاعنا الولايات اللي راهم يزوروها. واش من الولايات زرتيها كامل؟ في الجزائر. رحت الباتنا في عام 2015. ايه. وتيجي وزو كي كنت نقرا بكري وكي كنت نخدم. واش قريتي واش خدمتي؟ بومردات هاي بلادي. حبسي 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 في تيزي وزو، قولي لنا قولي لنا تيزي وزو واش قريتي واش خدمتي؟ تيزي وزو رحنا برك حواسين، جيت بوخالها و... كنتي تقراي؟ يعني في مرحلة الدراسة كي تقصدي؟ كي كنا نخدمو صحيح. كنتي تخدمي واش كنتي تخدمي سيدتي؟ واش هي واش خدمتك واش كنتي تخدمي؟ كنا بكري في سي ان تي سي تاع بومردات. اها فيها تيتي لومبارات فيها لومبارات تاع خبزرقات. الله يبارك الله يبارك. بعد فترة حسين غلقت خرجت قيد غلقنا واحد بسلاح. وانت من بوسعاده ولا ساكنه برك في بوسعاده؟ لا لا انا راني من البلاد من شعبة العمل الولاية انا بومرداس وزوجت لبوسعاده. الله يبارك. بومرداس الله يبارك ما شاء الله. الله عجباتك بوسعاده؟ والله غير هايله رحمة ربي. كامل اللي يشكروها ابو سعاده يعني اللي يسكن فيها يقول لك صح. رائعه صحيح اللي يدخل ليها انت لازم يعرف يرجع. صح يتي للرسام العالمي صح. اللي فضل يتوفى فيها وفضل يتدفن فيها ايضا وكامل رسماته على ابو سعاده. زيدي كملي لنا بليده زيدي واش زرتي ثاني؟ الجزائر عندي خالي الله يرحمه كان في الجزائر كيما رحمنا جاردان دي سي. والصحراء جردن ديتي خويا الله يرحمه كان ديتي خدم تما. والصحراء رحتي ليها ولا غير بوسعاده؟ ما بوسعاده وكاين البلايص اللي ما نعرفهمش. هكذا؟ ما حوس شحال عندك راكي عايشه بوسعاده؟ عندي هذاك 15 سنه من 2005. الله يبارك 15 سنه وما خرجتيش. أو عمر ما حوستيهاش بزاف. ماشي ما خرجت كاين البلايص بعاد شويه ما نعرفهمش. اها صح صح صح. صح. للاسف يعني الجزائر ما شاء الله عليها صح. فيها مناطق ساحره جدا لكن للاسف احنا الجزائريين ما عندناش هذيك السياحه المحليه ما نعرفوش صح صح. الولايات تاع بلدنا ما نعرفوهم صح. صح للاسف يعطيك الصحه اللي تصلتي بنا نورتينا باطلالتك ونورتينا بكل معليش لاجي تحياتي تفضلي تفضلي تحياتي لبنتي فاطمه الزهراء اللي كان عيد ميلادها البارح 10 مارس. كل عام وهي بخير. هابي بيرثداي كل عام وهي بخير. في الدراسه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ولولادي فاتحه وعبد الرحمن ولا فامي تاعي لا فامي طرفي في شعبة العامر. شكرا ان شاء الله كامل راهم يشاهدوا فيك والحقهم سلامك. شكرا على اتصالك. الله ربي يحفظكم وربي يعاونكم والسلام للشاف ليلى اللي ما تتبع فيها ما كنت مزوجه هاي معك الشاف ليلى. صباح الخير سيدتي صباحك برباحك لاباس؟ لاباس الحمد لله عساك كثير وشوالك؟ ولا الحمد لله مرحبا بسوالك. يسلمك بيك واهلا ربي يعينك. الله يسلمك شكرا رانا هنا بدعواتكم وتشجيعاتكم. صحيح يعطيك الصحة كاع في الأصباح انت راكي طيبة. الله يسلمك الله يسلمك. يعطيك الصحة وانت قولي لنا قولي لنا مدام راكي طيبي بو مرداسي ولا بو سعادي؟ راكي طيبي بو سعادي يا الزبيطي الزبيطي والحار يعطيك الصحة ربي يقدرك. شكرا لك شكرا لك سيدتي ربي يحفظكم شكرا لك شكرا لك شكرا سيدة نسرين تعرفي الزبيطي؟ سمعت عنه بس ما كليتيش. واش الأكلة الجزائرية اللي تحبيها؟ اللي احبها المتوم والكسكسي بالخضار بس احمر. اختي خبيره في الرشته. تعرف دي رشته. والبقلاوه والحلويات حلويات مميزه حلويات الجزائر يعني وين ما سافرنا ما فيش زيها. فن
يعني يمسكوا الحبه تطلع لوحه. انا احيانا جاكلها اقول حرام من شكلها الحلو. صح. والاكلات ما شاء الله في اطباق جزائريه. مؤخرا شخشوخه. مؤخرا من بعد 20 سنه اكتشفت شخشوخه. وفي البيت وش طيبي؟ طيبي فلسطيني ولا طيبي جزائري؟ يعني عشان ما يكونش منحازه اغلب الاحيان فلسطيني. وش هو الطبق المعروف في فلسطين؟ احنا عندنا المقلوبه. ايه المقلوبه كما يديروها السوريين؟ السوريين بتنجان تقريبا بتنجان والرز بتنجان والرز بس. عندنا الفته الغزاويه وعندنا المنسف والمسخن. المنسف كما تاع الاردن تقريبا. لانه احنا الشمال اللي هو رام الله والضفه المنسف، وغزة الجنوب اللي هي الفته. وش هي مكوناته؟ مكونات رقاق اللي هو الخبز شخشوخه. ايه وبحط فوقه رز ولحمه خروف. وفي شيء ثاني توم وفلفل وليمون الدقه. هاي تتاكل. يغمسوه مع بيه؟ لا يتحط بالمعلقه وتاكل. وهي تتقدم في الاعراس وفي المناسبات. المناسبات. وقتاش تجينا لمطبخنا وتطبخي لنا شيء فلسطيني؟ فيه للدعوه على العين والراس. اليوم اليوم هاي مجدد. اذا يلا فهيمه مشرفتنا نبرمجوها تجي تحضر لنا اكله فلسطينيه، حددي لنا يوم يلا. الاحد يساعدك الاحد ولا الاثنين؟ انت خير يوم من الاسبوع. اليوم على المباشر يوم. يلا الاثنين ما فيش مشكله. مشاهدينا يوم الاثنين راح تكون حاضره مطبخ فلسطيني معنا للسرير بغداد، راح تحضر لنا طبق فلسطيني 100%، راح نتناولوه مع بعض وتجربوه ايضا اكيد في منازلكم بيوتكم. ان شاء الله. اكيد عندك صديقات جزائريات؟ اكيد انا متواجده هنا. وذاقوا الاكل الفلسطيني من صنع يدك؟ طبعا. عارف عشان لك انه انا حياتي هين في الجزائر، انا ماما وبابا الله يرحمهم الله يرحمهم واخ مسافر واخت في هين وهين، تواجد الاسره الجزائريه حوالي هونت علي عدم وجود الاهل. يعني احنا ما تربيناش بين الخال والعم، احنا تربينا بين الجيران. لما صار حاله الوفاه الاهل، انا بقول لهم اهلي قاموا بالواجب، احنا مصدومين بس قاموا فينا. فتحس انه يعني بتحس يعني ايش بنقول عامل الغربه ما اثرش علينا كثير. وراكي ساكنه وش المنطقه بالجزائر؟ واد الرمان. في واد الرمان. وتحيه لاهل واد الرمان كلهم. بنشكرهم تحيه. يعني بيحبوني محبه خاصه، احتضنوني اني بنتهم. وباش لحقتي لينا عانيتي عناء زحمه سير؟ زحمة سير مواصلات وغيره؟ شوف تركات مفتوحة الطريق أنا مقبول بيساندنا. فإحنا هيئة سياسية ثقافية اجتماعية بدنا مساندة. تحية لكل من يساند القضية الفلسطينية وكل من يساند على بالي من اتحاد العالم الفلسطيني الجزائرية. أنا في هدية بسيطة. شكرا لك. شكرا لك. الله يعني ايش اقول لك؟ والله شرف. اعز واغلى هديه. احنا شرف. انا تحيه خاصه مني من عند السيده وسيله. شكرا. صحيح. هي اللي ساعدتني اني اوصل للاحلام. سيده وسيله تحيه كبيره 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 لها. شكرا لك. شكرا لك سيده نورين. انا سعيده جدا. ونحن اسعد نورتينا. تبقى فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله. بس موعدنا الاثنين. راكي معانا. يجيك السائق يجيك السائق يديك من الدار يجيبك لعندنا للبلاطه. وقولي لها الليله مش محتاجين وجدوا لك كلش، ليله توجد لك وانت طيبينا فقط. علينا وراك. شكرا لكم وكيلة حضرتك. شكرا لكم. اجمل واحلى تحيه لكل الفلسطينيين، ما نقولوش جاليه فلسطينيه، هم اخواتنا الفلسطينيين بالجزائر. وتحيه لكل الفلسطينيين اينما وجدوا. قضيه فلسطين هي قضيه جزائريه. الجزائر مع فلسطين ظالمه او مظلومه. تسقط صفقه القرن. واحلى صحيح. تحيه لكل من انضم والتحق بنا هذا الصباح في قناتنا شروق العامة برنامج الصباحي صباح الشروق. الحين على فاصل راجعين، تفضلوا. قاوا معنا. برنامجنا الصباحي صباح الشروق، محطتنا متنوعة وتنوع الأنشطة اللي ساهم فيها شبابنا. شبابنا نشاطه تعدى حدود الوطن، خرج إلى دول عالمية كثيرة. راح نتحدث اليوم عن افتتاح المركز الثقافي الجزائري السكندنافي، ونتحدث أيضا عن نشاط الجمعية الجزائرية السويدية بحضور عضو فاعل في كل من المركز وأيضا في الجمعية. مهدي فلفول نورت بحضورك. مرحبا بك مهدي. أهلا وسهلا. صباح الخير عليكم. شكرا على الاستضافه. نشكر مشاهدينا الكرام على مشاهده قناه شروق.
نورت بحضورك كما قلنا الشباب الجزائري ما شاء الله عليه مبدع في كل المجالات وإبداعه يخرج ويتعدى حدود الوطن. شابة من شابات الجزائر أيضا نشاطها تعدى حدود الوطن، كانت مقيمة بإحدى الدول العربية، راح نتعرفوا عليها أكثر بحضورها معنا. حاضرة معنا هجيرة معتوق، نورتنا بحضورها وإطلالتها. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اهلا بك. وش راكي لاباس؟ والله الحمد لله. وانتم وش راكي لاباس؟ الحمد لله. اذا الفن عنده نصيب ايضا في برنامجنا. حاضره معنا صوت صاعد في الاغنيه الطربيه هاجره معتوق، نورتينا. وبيك يعيشك. شكرا لك. اذا البدايه راح تكون معك مهدي، اذا ماذا بينا نتعرفوا ما هو اخر نشاط قمت به انتم كجمعيه؟ باش نوضح فقط للمشاهد الكريم انه انا يا فنان، انا حاليا راني امين عام تاع ان اسوسياسيون، جمعيه ثقافيه اندلسيه بمدينه البوليده. يعني رانا في الموفمون اسوسياتيف، في النشاط الجمعوي للمحافظه على الموسيقى الاندلسيه. وكان لي شرف انني كنت معروض في مظاهرة قامت بها الجمعية الجزائرية السويدية في تظاهرة قامت بها الجمعية الجزائرية السويدية بمدينة مالمو في جنوب السويد، أين قمنا مع الجالية قمنا بإحياء نشاط متعدد، وين كانت فيه سهرة فنية، وين كانت فيه ديفيلي دو مود عرض أزياء، وين كانت فيه يعني كانت فيه عدة نشاطات. يعني ما راكش عضو في الجمعية؟ لا، عضو في الثانية، عضو في المركز الثقافي الجزائري السكندنافي. كنت ضيف شرف في الجمعية. أوكي أوكي أوكي. باش نوقف فقط المشاهدين. فوالا. دونك هذه الجمعية، هذه الجمعية الجزائرية السويدية تأسست، هي جمعية ثقافية رياضية تأسست باش يعني توصل الثقافة الجزائرية للجالية الجزائرية في السويد اللي متواجدة بكثرة على كل حال. وقمنا انا مع بعض الفنانين، رضا بشير، الازهر، سفيان، تكفاري ناس، قمنا باحياء سهره فنيه كانت اكثر من رائعه، كانت بحضور السيد سفير ايضا. حبيت نشكر الناس اللي عرضونا، يعني اهل اصحاب الجمعيه حميد وفريد امين سعيد نور الدين. كيفاش جرى اللقاء؟ وعلاش اختاروك انت مهدي باش تكون حاضر انت والجمعيه اللي منضم لها؟ واسمها الجمعيه بالبوليده؟ انا حضرت وحدي، ما رحتش حضرت كفنان شخصي. حضرت كفنان لان عندي مع الجمعيه تلقي الدعوه فنان، يعني دعوه خاصه بك. دعوه خاصه بي نعم. دونك عندي علاقات لاننا من قبل انا يعرفون اني عندي نشاطات في خارج الوطن، نقوم بنشاطات بحفلات بدي زيفينمون ا ليترونجي نوتامون صديق خاصه في اوروبا، ان وين نسي ننشر يعني الموسيقى الاندلسيه الشعبيه نعرفوها للناس. دونك على بالهم بلي سوي ديسبونيبل نقول احنا راني ايمان. واللي ما يعرفوش مهدي هو مهندس مهندس معماري. الله يبارك. من الهندسه المعماريه للفن الاندلسي توجور، يعني ما زلت في الهندسه المعماريه. هذا يعني جزء فقط تبقى متمسك بالفن الاندلسي. والهندسه فن ايضا. والهندسه فن يعني. الله يبارك عليك ما شاء الله. راح نفوتوا في تفاصيل المركز الثقافي الجزائري الاسكندنافي، لكن بعد ما نرحبوا بفنانه هجيره معتوق، المشاهدين اللي ما يعرفوكش اول مره يشوفوك من خلال برنامجنا، شكون هي هجيره معتوق؟ هجيره معتوق فنانه صاعده، انا تربيت في ولايه برج بعراريج وحبيت الفن الخليجي بزياده عن اللزوم، فلجأت للاغنيه الخليجيه مع انه انا درست موسيقى اندلسيه في احباب ستقلب جاوي، وقررت اني ندخل هذا العالم هذا بكل ابوابه ان شاء الله. قالوا لي كنت مغتربه عايشه في دوله عربيه. لا لا هذه فكره ما لو وصلتي الى اكيد ربما صوتك وصل نعم الى دوله. هذا هو بالضبط، يعني انا صوتي هو اللي الحق. شاركتي في مسابقات؟ شاركت في مسابقات اكيد. خارج الوطن؟ لا هنا في الوطن، ولكن المسابقات تلم كل الدول العربيه، وكانت كاين برنامج هنا في ولايه بجايه
اللي ضم احسن صوت خليجي لعام 2018 2019 تحصلت عليه في المرتبه الاولى. مشاركه جزائريه فقط كانت؟ لا ما كانتش جزائريه، كانوا فيها عده ولايات وعده دول بلدان عربيه. بلدان عربيه كانوا حاضرين بالجزائر ولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا 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 كانوا حاضرين. واش من جنسيات كانت؟ كاين الخليج، كاين من فرنسا، كاين من الجزائر. واش ملعب هذا؟ في سنه 2018. مليح جميل. يعني فاتتنا احنا برنامجنا ما وصلوش الضوء على هذا الحدث العربي. في برنامج الحان وشباب في سنه 2018 بعد في طبعا سهيله بلشب اللي طبعا نوجه لها تحيه. كان عمري ما سمحش انه نشارك، قلت لهم كان عندي 16 سنه ولا كاع ما عنديش 16 سنه، وكي غنيت وكامل هم عجبهم صوتي، ولكن من بعد نفى بلي ماشي عمري هذاك. قال لي امين دهان اللي نوجه له تحيه، قال لي انت ما عندكش 16 سنه. قلت له قريب ندير 16 سنه. قال لي برا. ومن بعد ما حاولتيش تتقربي من الحان وشباب مره اخرى؟ والله لا بكل صراحه لا، ولكن ان شاء الله راح يكون عندي كما يقولوا مشاركه في برنامج عربي مثل ذا فويس او عرب ايضا ان شاء الله. شاركتي؟ حاولتي تشاركي معاهم؟ ما حاولتش نشارك، نكذب عليك. ان شاء الله من الامام ان شاء الله. هي مشاريع مشاريع لكن المؤكد انه عندك اعمال اعاده الاغاني كوفر. لا انا مانيش دايره اعاده اغاني، انما انا راح نطرح البوم ان شاء الله هذه السنه. راح يشمل 8 اغاني من كلماتي وتلحيني ان شاء الله. وراح بديتي تسجلي فيه؟ دخلتي الاستوديو؟ نعم دخلت الاستوديو، يشمل كل الاغاني اللي عندها معنى كبير على الامومه، على حسبة الفراق مثلا، على النساء اللي تهمشوا. من كلماتك والحانك تكتبي كلمات خليجيه يعني؟ راح يكون لا مش بس خليجي، يعني انا بكتب كلمات جزائريه اندلسي بكتب. والالبوم يعني منوع؟ نعم في خليجي جزائري حتى راي. لكن سميتيه نجمه الخليج، وعلاش نجمه الخليج؟ سمعك احلام. لا 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 بالعكس، احلام بالعكس، احلام من الناس اللي دعموا صوتي على فكره. وين سمعتك احلام؟ في مواقع التواصل الاجتماعي. وين بعثتي لها صفحتها؟ لا ما بعثت لهاش، هي اللي سمعت صوتي وتفاجات كيفاش قدرت انا نغني. وعبرت يعني رسلتك؟ عبرت وجد سعيده وفرحانه وتوجه تحيه لكل الشعب الجزائري، وقالت باللي هي فخوره انه كاين جزائريه. على الخاص ولا في ال؟ نعم على الخاص. بعثت لك على الخاص. لانه احلام لما تشوف برامج هكذا تتابع كثير قنوات. نعم وكاين بزاف فنانين اللي وقعوا في مشاكل مع الفنانه احلام. احلام انسانه جد طيبه بكل صراحه، اللي يجهلها اللي ما يعرف احلام. طبعا بنوجه لها تحيه، هي انسانه جد رائعه. على مسؤوليتك. اي يلا سمعينا شي بصوتك خليجي. يا ليل يا ليل يا قلوب المحبين يا ليل، قلبين ضمتها ضلوعا نحايف، ويا ليل يا جامع على الود قلبين يا ليل، لك عادة تجمع قلوب الولاية. جميل انه الانسان يؤمن بموهبته. حبينا كثير انك مؤمنه بموهبتك ومؤمنه بقدراتك وان شاء الله تلحقي. قولي لنا برك الالبوم هذا سمعوه مختصين؟ نعم. وش كان رايهم؟ شيء جميل. شكون يحب يسمع لك؟ كيفاش ما فهمتش؟ انت شكون جمهورك؟ شكون يحب يسمع الهجيره معتوق بالجزائر؟ شكون كيفاش كوني غنيتي من قبل المهرجانات؟ طبعا انا درت كذا حفلات في ولايه بجايه. اذا جمهورك في بجايه ايضا؟ اغلبيه جمهوري في الخليج.
من عندي يعرفوك يعرفوك بزاف في الخليج. عندي جمهور في نصف متابعين من الخليج. وين وين يسمعوك؟ عندك صفحه ولا وين يسمعوك؟ ايه عندي ولا صفحة. على اليوتيوب؟ لا 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 عندي صفحه على الانستغرام نقدر نسميها. شحال عندك عدد المتابعين في الصفحه؟ يمكن 4000 شخص. 4000 وكلهم خليجيين؟ 4000 خليجيين والله يمكن تلاقي 100 ولا 200 برك جزائري صدقني. ودي شكون يهمك اكثر الجمهور الجزائري ولا الجمهور الخليجي؟ اكيد يهمني الجمهور الجزائري اكثر، دام انا جزائريه يهموني الاثنين، ولكن الجمهور الجزائري لو كان ما جاش يهمني في البومي ما نديرش اغاني جزائريه. فانا يهمني اني ننتمي لبلادي ونغني لبلادي. و بما انه جمهورك اغلبيته خليجي نقولوا انه الجمهور الجزائري مش راضي بك كفنانه؟ لماذا؟ لانه ما عندكش جمهور جزائري قلتي. لا يمكن ظهوري، يمكن الاغنيه اللي بقدمها. باسكو بالك نغني خليجي بزاف عندي نسبه كبيره من الجمهور الخليجي. وعلاش خيرتي انه بدايتك تكون خليجيه ماشي جزائريه؟ وانت مقيمه بالجزائر ولا مره زرتي الخليج؟ الطرب الخليجي حاجه واحده اخرى، اون بليس انا من ضمن الفنانات اللي غنيوا الاوبرا الخليجيه. كاين اوبرا خليجيه؟ اوبرا خليجيه. اوبرا خليجيه. شكون اللي متمكن فيها من الفنانين الخليجيين يغنوا اوبرا نوال خليجيه؟ نوال الكويتيه اللي نوجه لها تحيه. الملكه احلام الشمسي، محمد عبدو، عبد المجيد عبد الله. شكون الفنان الفنانه اللي تاثرتي بها لدرجه انك حبيتي تغني فن خليجي؟ والله انا نحبهم كلهم، ولكن انا متاثره باحلام. عندي ميول كبير للاحلام ونحب احلام. باسكو انا نشوف من جانب حاجه واحده اخرى، انا ما نشوفش من وش هي حاجه اخرى اللي كتجوي فيها؟ انا يعجبني صوتها في قاعده احلام مدرسه، فيعجبني صوتها لذلك انا نحبها ونتمنى في يوم من الايام. وعجبتني شخصيتها هي كيفاش كانت وكيفاش ولات، قدرت تكون ثروتها بنجاحها وكذا، فانا نتمنى في يوم من الايام نكون مثلها. يعني تكوني ثروه احلام؟ لا 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 مش الثروه، حب عندها حب الجمهور كذلك. انت كيفاش تشوفي مقاييس النجوميه بالنسبه لك؟ ما بعرفش. انا نشوف انا نشوف مام لهجتها خليجيه. ايوه راكي متاثره بالخليجي متاثره. لو كان يجيك عريس عريس تفضلي انه يكون عريس جزائري ولا خليجي بصراحه؟ تفضل ما نتزوجش. علاش؟ مازال صغير عندي 18 سنه. ما شاء الله راكي احنا الجزائريات راه متزوجوا في عمر 16 سنه. اي صحيح انا بنات حالاتك. ولكن يجيك عريس او جاك عريس جزائري وعريس خليجي، عريس بالشماغ وعريس لابس لك لابس برنس لابس عباية وجاي. يلا عريس جزائري وعريس خليجي واش تخيري؟ قاعدة هكذا خير. لا لا ما تخيريش بيناتهم. جزائري اوكي. جزائري ماشي خليجي. هذيك الام هذا الاخ نم في القلب. شغل واحد شد لها في الغار. قولي جزائري قولي جزائري. جزائري. واش من ولايات كامل اللي زرتيها في الجزائر؟ والله عدة ولايات تقريبا كامل الولايات. زرت كثير من الولايات هنا في الجزائر. مهدي حبيت نجمتنا الحاضرة معنا اليوم؟ حبيت نجمتنا؟ والله كانت دردشه في الكواليس. مهدي متزوج ماشي اعزب. مش مفهوم الصوره. هو فنيا فنيا فن. تكلمنا فنيا وفريمون والله غير سا ما انتيغيسي باسكو مليح كيكون عندنا تنوع الموسيقى. تنوع الجزائري الثقافي الجزائريه الموسيقى الجزائريه متنوعه اصلا متنوعه بال جوستومون لي فاغي باللي بالطبوع كثيره اللي متاثره بطبوع اخرى. صح دونك اي طبع يدخل على الموسيقى الجزائريه راح يزيد ان بلوس. والجزائري سبحان الله يقدر يؤدي كل طبوع. كل طبوع حتى الناس الجزائريه. صح النطق. صح سهوله النطق عند الجزائري وخصوصا اللي مر على المدرسه الاندلسيه. وي سي ليكول بيان سور. انتم بين اثنين مريتوا على جمعيه اندلسيه. صحيح ولكن انا ما طولتش في المدرسه الاندلسيه بزاف، ما قعدتش بزاف. كي ديت لاباز برك خلاص. لكن حافظه شويه حاجه اندلسيه. اكيد اكيد نقدروا نشوفوا ديو بين الان او كاين العود. لا راهي كاينه. ربي يخلي الحال يمشي على حاله. وي يلا ثنائي جميل. هجيره انا عندي ملاحظه صغيره. يلا تفضلي. انا مش نايمه من امس.
لا جيت والله العظيم علشان كذا يعطيك الصحة يعني لا لا على بكري صحة جيتينا من برج بوريريج لا جيت من ولاية بجاية من بجاية ماشي من البرج لا أنا كنت مقيمة في البرج الآن مقيمة في ولاية بجاية أنت منين أصلك؟ بريجية تحية كاملة للبرج تحية خط أختي في راس الواد وكل عائلة طيبة اللي مشاهدوا في برنامجنا برنامج صباح الشروق كنا حكينا على العادات تاع برج بوعريج ما شاء الله عليها خاصة في الربيع يخرجوا المبرجة ويخرجوا برا مازالوا محافظين على العادة اكيد انا نحب الرفيس البرجاعة يلا خلينا نستمتعوا بصوتكم لا قام لي لا قام مي اوكي نبدا انا دابوغ تراك جميع القوال وشغالي ما قالوا امهل فلا تعجل واللي صبروا نالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن الحب والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله وصبر على المحال حتى يفرج برافو 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 مهدي نحكيو على المركز الثقافي الجزائري الاسكندنافي نعم وقتاش تأسس والفكرة منين جات؟ الوغ الفكرة كيفاش جات؟ الفكرة أنه كان معايا صافي 3 جوغ كنا رايحين نجوزوا معايا كان معايا رئيس الجمعية رئيس المركز اللي نحييه خويا فريد بصغير الفكرة جات أنه هو ديجا كان في الجمعية السويدية الجزائرية كان يقيم في السويد وقام بتجربته مع اصدقائه في بالمناشطات اللي قاموا بها مع الجمعيه يعني كانت عنده تجربه مع التجربه تاعي انا شخصيا في لي زيفينمون هنا في الجزائر او خارج الوطن يعني خممنا لماذا ما نديروش مركز ثقافي يلم الثقافه الجزائريه في جميع المجالات نقول ليست فقط الموسيقيه لانه الثقافه الجزائريه راهو ارث واسع قممنا ان نديروا مركز ثقافي في مدينه كوبنهاغ لانه هو راح يقيم حاليا في مدينه كوبنهاغن دونك بتجربه انت راح تبقى هنا في الجزائر انا هنا في الجزائر يعني مكلف بالعلاقات تاع المركز هنا في الجزائر وننظموا نشاطات وننظموا امور يعني اللي ندوها منا من الجزائر نوصلوها للدول السكندنافيه اللي الثقافه الجزائريه نقدر نقولوا غائبة صح في الدول الاوروبا الشماليه صح دونك ليدي كانت انه خويا فريد مع حميدو خونا حميدو مع الناس اللي مقيمه في مدينه كوبنهاغن نذكر بعض الاسماء لان تقول حميدو الفنان لا 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 حميدو حميدو حميد اوكي نعيطوا له حميدو نحييه على كل حال انسان نشيط جدا في الميدان الثقافي هو خونا جمال عبروق خونا ياسين حموشان عندنا ثاني خويا راشد دباح وعندنا الدكتور مفخرة الجزائريين الدكتور مصطفى بن يحيى هو طبيب جزائري مختص في مدينة كوبنهاغ وين داول ملك الدنمارك السويد يعني انسان ما شاء الله نوجه له تحية وكان معنا ايضا هادو كان راح يكونوا اعضاء في المركز يكونوا اعضاء يكونوا كاين بزاف اعضاء يعني هادو اللي يعتمد عليهم المركز اللي تعتمد عليهم المركز وكاين ياسين حموشان نائب رئيس المركز وكاين شباب وقتاش راح يدخل الحيز التنفيذ؟ وراح تبدا الانشطه؟ بدينا جميع الاجراءات الاداريه دارت خلاص هنا ولا لهيك؟ نعم الاجراءات الاداريه هنا ولا لهيك؟ لهيك
بليطار ميم يخدموا مع السفاره الجزائريه. وهذا المركز رايح يشمل جميع الدول الاسكندنافيه، يعني المركز يكون في الدنمارك ولكن يتعامل مع اربع او خمس دول اسكندنافيه. راح تكون هناك تصدير ارث، انا نقولها كسميتها بالتسميه، انه حان الوقت نظن للجزائر انها تصدر وتوري واش تسوى الجزائر. صح، نصدروا الارث الواسع، الارث العميق الرائع للثقافه اللي مازال محافظين عليه شبابها، اللي مازال محافظين اللي مازال محافظين مهدي في الفول على الارث الثقافي الجزائري بمجرد انك منضم الى الجمعيه الثقافيه بالبوليده الاندلسيه. اكيد هذا الشيء يعتبر كحفاظ وتصدير للموروث الثقافي الجزائري. راح نختم معك بوصله غنائيه بصوتك المتميز، اما هجيره راح ترافقنا الى المطبخ، انا وايمان راح نختم حلقتنا مع الشيف ليلى، واخر شيء راح يكون بصوتك وبامضاء مميز من عند مهدي في الفول. قبل ما نغادروا قلنا برك واش كاين مشاريع. المشاريع كاين هذا مشروع مهم، مشروع تاع المركز الثقافي، كاين مشروع ايضا اللي راني راح نوجده ان شاء الله بعد يبدا التصوير تاعو بعد رمضان، هو فيلم وثائقي حول الموسيقى الاندلسيه وتوسعها في المحيط البحر الابيض المتوسط. رائع، جميل. ايتالمون سيتادير ان فيلم دوكيومونتير سور لا ميوزيك اندالوز اي سون ايتالمون سور لو باسين ميديتيراني، لانه كل بحر الابيض المتوسط يشترك فيها. فوالا، دونك التصوير راح يكون في عده دول اللي هي بما فيهم اسبانيا اكيد. اكيد. شكون المنتج؟ منتج هذا العمل؟ انا كنا منتج ان شاء الله. ان شاء الله. وراح يكونوا اسماء عملاقه في الدومين ان شاء الله، راح يشاركوا في الفيلم الوثائقي. وكاين مشاريع اخرى طبيعه الحال. اروح معنا مهدي، راح تقعد في الكرسي هذا. تفضلوا. تفضل. تفضلوا هجيره، تفضلي. مع قلتك. انت راح تختم لنا الحلقه تاع اليوم. شوف جوستومون الحلقه بابيات نظمتها كتبتها انايا حول الجزائر. كتبت قصيده طويله على الجزائر. ترافقها بموسيقى. غنيتها في السويد. ايه. ونرى يعني هي طويله على كل حال. بعض الابيات فقط. اوكي. على بلادنا. على مرحبا مهدي، شكرا لك، نورتنا بحضورك. شكرا لك، بالصحة. شكرا. هجيرة تفضلي معنا، نروحوا للمطبخ. تفضلي إيمان. شكرا لك. توقفي ولا ما توقفيش هنا؟ توقفي لهنا. يلا تفضلي. شكرا لك عدلان. عندها بزاف وقفت هنا إيمان. إذا دراهموكا ترحموكا. قوليها. إيه دراهموكا ترحموكا، ماشي خير؟ هذه هي. قولي. ماشي خير؟ بهدلني. إذا شاف لحقنا الختام. شكرا لك، يعطيك الصحه لطفي. اذا كنا درنا مع بعض طيله هذه الحصه تاع صباح الشروق، درنا لي غولي اللي كان بالدجاج محشي بالخضار والبيض، اللي حب يقدمه بالخضار مفوره وصوتي، اللي حب يدير معاه انتي توغي بهذا الشكل. عدلان يعطيك الصحه عدلان. فوالا، ودرنا معاه كمقبله لي زيكلار صالي اللي كانوا طلبوهم المشاهدات، كانت محشيه بكريمه الجبن والتحليات التركي. برافو عليك. شكرا لك ليلى. شكرا لك. يلا ختمي الحلقه. لطفي شكرا لك، سعيده دائما بمرافقتك. شكرا ليلى. شكرا هجيره. عدنان حسام يعطيكم الصحه، حمزه فهيمه بشاف والاعداد وكل الزملاء، وما ننساوش مخرجنا محمد امين جلدتي. الله يرزقك جلده صالحه ويكون ممتع ومريح بالنسبه للجميع. يعني تسبوع فقط فعلى خير. عانت منو اتمنى كل خشوع عفي دعوة نتمنى كن خاشع في دعوته ان شاء الله بلادنا تنعم بالخيرات او ان شاء الله العطي من بكرماته يرفع الفتنة أو جميع الأزمات إن شاء الله نتوحدوا على كلماته
ان شاء الله نتوحدوا على كل ما كلمة الله أفوق جميع الكلمات. إن شاء الله في دا الوطن مع وليداته الأمان يعم في كل الجهات. إن شاء الله الجزائر ترفع درجاته بالأخلاق الراقية ونعم التربية. إن شاء الله الغافل يشوف لذاته ما يفلح الغش وكتير البدعات. إن شاء الله الناس العيب للناس هواته في حساب الدينار يصبح ويباته. إن شاء الله يقنع في الدنيا بواش عطاته الحلال قليل وخير من كل الحرمات. إن شاء الله تفطن ما يدوموا لحوالي واضع لله يرفعك أعلى الدرجات. إن شاء الله الظالم ما عنده والي لمن يحميه من حيطان السجنات. إن شاء الله ترحم موتنا بالإكمالي تحيي الحيين كرا والغمات. إن شاء الله الطاعة بالله العالي والوالدين بيبان الجنات. إن شاء الله في بلادنا وكاين آمالي إن شاء الله بلادنا وكاين آمالي.